الشو از وضيوفنا لليلة. ملحن زين، فيرا يمين، كارلا بطرس، محمد الحربي، رشا زرمقاني، برناديت حبيب وشرمي الزيادة، واكيد صديقنا ميشيل ابو حيمان. ستيل كل ميلة عائلة؟ إيه لا، في جوايز؟ على بس ميلة يعني، مش عفرض ميلة مثلا، في عفرض ميلة بس الليلة. ميشيل، كنا عم نسمع انا وياك جوا تسجيل عمال يتناقلوه على السوشيال ميديا، وقلنا عن جد انه اللبنانيه شو مهضومين، وانه حتى قادرين يبتكروا النكته حتى باشد المحن. باشد المحن عم بحكي، ما بعرف اذا وصلكم شباب وصبايا الفويس اللي صبيه عم تدق لحتى تروج لكريدت كارد، وبدق التليفون عند شخص بروميه بالحبس، وهي يعني بالحبس بقى، وهو قاعد انفرادي، وعمل تقول له، عم تشرح له عن الكريدت كارد، وعم تقول له وين في يستعملها وبياخذ خصومات تيك وان جيت وان، وبتقول له انت مثلا اعطيني مثلا انت وين بتقضي وقتك، بالداون تاون اكثر، بجبال، بجونيه، وين يعني ظهراتك اكثر شيء؟ بقول لها والله هيئتك لا، قال لها اغلبيه وقتي يعني بالافرادي. بقول لها انه هو برومية وانها غلطانة بالشخص، وببلش عن جد يعمل معها مسحات، بقول لها لانه هي عم تقول له شو في يعمل بالكريدت كارد، بقول لها طيب فيني اشتري فيها تشريجات للتليفون او تشيبس او بيرة، يعني وهيدا من الميني ماركت اللي بيكون عنده اياهم او المحل اللي عنده اياهم فوق. فعن جد اللبناني قال لها شو اسمك انت؟ قالت له فاطمة. قال لها يعني مننا؟ قال لها طالعة بعلبك يا فاطمة، زايرة بعلبك، أهلا وسهلا فيك. ومهذبة فاطمة، تحية لها وتحية لإله على هالروح الحلوة. ميشيل، بدنا نرحب بجمهورنا السبيسيال الليلة. وهلا بقول لك ليه سبيسيال، جايين لعنا من مدرسة الليسي ناسيونال من السمقانية لشويفات وبيروت. أهلا المدرسة اللي عملت إنجاز كبير السنة لما تصدروا 4 من تلاميذها الامتحانات الرسمية بلبنان، وطلعوا الأوائل على دفعاتهم. في 4 من المدرسة طلعوا الأوائل بين البروفي وبين صفوف الترمينال. بدنا نقول لها ألف مبروك، وخلال الحلقة راح نحكي مع 3 تلاميذ من هال4 موجودين معنا الليلة ونبارك لهم. اهلا وسهلا. بدنا نذكر مشاهدينا بهالحلقه اللي هن ناطرينها مع الريس ملحم زين، مبسوطين انه فيهم يتفاعلوا معنا ومع باقي من الضيوف، فيهم يتفاعلوا معنا على السوشيال ميديا، على التويتر @.mtv، على الفيسبوك @.mtv، واكيد اكيد بيبعثوا لنا مساجاتهم على هاشتاج حديث البلد وتعليقاتهم واسئلتهم كمان اذا عندهم اي. ما اوقات نحن بنزت كلمه بالغلط تطلع شوي ثقيله على مسامع بعض الناس، مثل ما صار مع اكيد صخر حبيب قلبنا ويس، يعني صار عليك عتب شوي. اي علي عتب، لانه ما فهموني انا عم بقول يلي مثلك الاوادم يلي بيحبوا لبنان، مش يلي مش يعني مثلك، يلي مش قصدك يعني عمام ومش قصدك داعش والنصرة والزعران واللي عم بيسرقوا واللي عم بيجوا بيخربوا البلد. اكيد اللي هن اعداء للبنان ولسوريا. كل لبناني بيعرف انا شو عملت بطرابلس وشو عملت مع الناس وشو عملت مع النازحين، كل الناس بتعرف، بس أكيد. يلي ما بيعرف خليه يعرف. اوكي، انت النازحين بقلبنا وخصوصا النساء والاطفال. اكيد اكيد. بدي قبل ما نبلش ذكر انه اللي بحب يحضر الفنان شربل روحانا رح يكون موجود بسما
شطورة ب 23 الشهر نهار الأحد بحفل وأمسية شعرية. بهالطريقة بيقدروا يحضروا الليلة المميزة مع شرب الروحانة، وبيقدروا يساعدوا ويدعموا جمعية سند اللي رايح الحفلة راح تروح لقلها. وعلى سيرة الفنان شرب الروحانة اللي كان ضيفنا بالمرة السابقة، بدي اشوف الفانسيس لانه نظري صار ضعيف. يلا وهي الغنية. هاي كيفك سبق من وين جبتها يا لبنان، بعد نقصها تشاق بتصفي عالطليان. هاي كيفك سبق من وين جبتها يا لبنان، بعد نقصها تشاق بتصفي عالطليان. وبعد كل هالمقدمات خلينا نبدا حلقتنا، وهلا حديث البلد مع ملحم زين. شكرا 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 ملحم زين. يعني بعد ما زعلتها بمعاد بدي اياك، هلا عم تقول لها ضلت حكي ضلت حكي. ملحم زين اهلا وسهلا، اشتقنا لك، تسلمي لك فيك ببيتك بحديث البلد. ما في شك انت نجم وفنان لبناني معروف من اكثر من 15 سنه، قدرت تحصد خلالهم شعبيه واسعه بلبنان وبكل ارجاء الوطن العربي، وتصير ريس على قلوب الجمهور بفضل صوتك الاستثنائي، حضورك المحبب، تواضعك وشهامتك المعروف فيها. هلا اذا ما قلنا غميزتك كمان. غميزاتك وحده. انا اكتشفت انه وحده ملحم. هي وحده بس. ايه وحده بس. ايه الثانيه عم تفرخ هلا. قديش رايك فيها؟ وانت ضيفنا الليله بعد ما اصدرت اول البوم لك من 4 سنين. مش اول البوم لك، اول البوم من 4 سنين. صحيح. الجرح اللي بعده واللي عم يلاقي نجاح كثير كثير كبير. الحمد لله. ابو علي، صحيح اللي بنسمعه من الفنانين بيقولوا انه كل البوم هو مثل ولد من ولدنا، او في مبالغه شوي بهيدا الحكي؟ هلا هو تعبير مجازي اكثر، يعني هو يعني القصه انه اكيد واحد بس يتعب وينقي الغنيه، يرجع توزيع، يرجع ما عجبه التوزيع يرجع بده يشتغل عن جديد، بده يرجع يحط صوته، يعني في تعب، في كانه عم يعذب وعم يربي على مدار السنه، كانه في مخاض، يعني كان مثل عم هو صحيح في ولاده، هو مخاض يعني للالبوم، خصوصا اللي بيشتغل بتخلين. اللي بيشتغل بطريقه طبخ الاغنيه، يعني عم بقول لك الله يقيمك بالسنه، عم بقول لك الله يقيمك بالسنه. فعلا يعني طبخ الغنية انه تقعدي مع الملحن ومع الشاعر وتطلعوا الكلمة الجديدة وتطلعوا اللحن الجديد، شغلة من هينة. فالحمد لله، بس هذا التعب كله بيروح بس تسمعي الناس عم تغني. صح. ضلت حكي، ضلت حكي. ضلت حكي، ضلت حكي، ضلت حكي، البومك الخامس بعد البومات كلها ناجحه، انت مشيتي بال 2004، بدي حبك بال 2006، على واه بال 2008، وما عاد بدي اياك بال 2012. وهذا الالبوم الجرح اللي بعده، يعني بس مقصر شوي، 3 سنين بمعدل، كسل هلا بمعدل 3 سنين كل الالبوم. برجع بعدلك لانه انا ما بشتغل بطريقه الواتساب ويلا اخذنا الغنيه ومشينا، ما انا مش هيك، يعني ما بقتنع بهذا الشغل يعني انا بتذكر لما اخذت غنيه مصريه طلعت على مصر يومين لقدرت انا ومحمود خيامي نعمل غنيه مصريه تكون حلوه، انسى ان انا موجود في الدنيا الالبوم الماضي.
بحب اقعد واسمع 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 لياخذ قرار، لانه كل غنيه بتمثل 10% من البومي يعني. صح. بالتالي الاختيار بده يكون كثير دقيق وكثير. قد ايه بتفرق الغنية يعني حتى نحن كمستمعين بتفرق علينا الغنية بين ما نسمعها أول مرة وبين الثانية والثالثة؟ يعني لازم واحد يرجع يريح سمعه ويرجع يسمعها من أول وجديد لحتى مثل ما بيقولوا تتخمر ب في أغاني هيك، في أغاني بتبقى ما ثقيلة يعني، من أول مرة بتحبي بس إنه ما استوعبتي بترجع مرة ثانية مرة ثالثة. في أغاني طلقت دغري يعني، ممكن دغري طلقت عديني اللحن أو الميلودي. أغنية الجرح اللي بعده تقيلة أخذت شوية وقت ولا والله ما أخذت وقت؟ الناس لا هي لا غنية طربية. لا بالاختيار كاختيار أنا اللي اخترتها يعني. هاي الغنية قصتها قصة، الغنية كان كلامها مصري، كان الكلام عليها مصري ما كان لبناني أبدا. بلال الزين برجو له تحية أكيد. الجرح اللي بعده يعني لا ما كان الكلام الجرح، كانت غير كلمات بعد منه كل بقى يشبه شيء كلام غير مختلف يعني. هلا لما كنت مصريه هالقد، انا كنت عم بعمل البوم لبناني، انا كنت حابه اعمل البوم لبناني كله صرف يعني. بقى قلت له اللحن كثير عاجبني بس والكلمه المصريه حلوه، بس انه قلت له بدنا نغير على لبناني. دقينا للشاعر منير ابو عساف واجتمعنا مره واثنين وغاب وكتب ما في جرح بتخلص. طيب ايها طلعت مش كلهجه، اكيد لهجتين حلوين بس بعد يعني بالاخر ايتها انا مرتاح باللبنانيه اكثر. باللبنانيه حبيتها انا هي لهجتي. هذا انت ايه؟ طيب انا شايفه هون قلبين بس برا طلعوا مش قلبين بس حتى فتحتهم على الجاكيت تحت الجاكيت مبين كانه قلبين بس هن هيك عصبي عم بتعدى عم يشيلها. لا انا بطلتها من زمان، انا بطلتها يعني. ببلش واحد بقلب بيفتح بلاقي خطر بلاقي الموت. إيه بلاقي خطر الموت. ايه بس ما في قرب على الفراشات يعني. ايه في اربع اليوم هالبتر فلاي بدي تطير بعد شوي رح بكفي. انت فراشي جبتي لنا اربع فراشات كمان مثال عم بيقول ميشيل عم بيقول يعني عن دايما بيقول قوال قوال هلا اخر الحلقه بتجمعهم وبنعطيهم كلمه اغنيه الفراشات. لا مش الفراشات مش لك يعني الليله هالالبوم الرائع مع الكوافير اللي شفناها بالفيديو كليب شعراتك مغير يعني تغيرت علينا من الشعر اللي حتى اليوم شوي هيك حبينا خففنا الاطراف كثير وحبينا نعمل عملتها ستيل 50s مثل الغنيه لانه بالخمسينات. صحيح. الالبوم اليوم الجرح اللي بعده بين ايدينا الليله 2000 مره هالالبوم بيتضمن 12 اغنيه بتتراوح بين النمط الكلاسيكي البوب والفولكلور التراثي اللبناني شارك بتأليفة تلحينة وتوزيعة عدد من أهم الفنانين مثل ملحم بركات كاظم الساهر بلال الزين ميشيل فاضل منير بوعساف وغيرهم إنتاج بلاتينوم ريكورد وموجود اليوم بالأسواق وعلى التطبيقات المتخصصة. يعني مثل ما قلنا في عدد من الفنانين المبدعين والمعروفين جدا يعني ملحم بركات الله يرحمه الموسيقار كاظم الساهر بلال الزين ميشيل فاضل منير بوعساف حتى يطلع هالشيدوفري يعني. صحيح. بالاخر ما بدنا نظلم حدا، في فضل سليمان كمان عمل لي بعشقك كلك وهي لي علي حسون عمل لي ضلت حكي وعمل لي طيري استاذ وسام امير علي حسون الكاتب السوري جديد ملحن ضليت ما هيك ملحن عفوا سوري استاذ وسام الامير كمان عامل لي 2000 مره عامل لك 2000 مره شو بدك تدير اي دينة عندك الطرشه بيمون بطل احكي اخر شيء انا اي دينة الطرشه عندك هيدي ما هي؟ لا قدر له اياها لا حبيبي لا ملحم ما بديرها لا حبيبي ميشيل هيدا اخ عزيز ميشيل خيي على كل حال شوي لابسين مثل بعض اليوم كثير مش شوي ملحم تلفن لي قال لي شو لابس قلت له صورت أغنية الجرح اللي بعده هي عنوان للألبوم بكليب رائع وضخم جدا من إخراج سعيد المبروق يعني اللي بوجه له تحية كثير كبيرة كلنا بنوجه له تحية عم ينعرض مؤخرا وعمل إن
تشاهدوا على شاشة الام تي في. خلينا نحن والمشاهدين قبل ما نحكي أكثر عن هالألبوم نشوف كليب الجرح اللي بعده. مثل ما قلت هالكليب الضخم والرائع، بس حتى نقدر نشوفه بدي أطلب منك تطلع بالكاميرا وتقول، الكاميرا بتضوي أحمر وبنقول بلاير باسم. بلاير باسم صح. شو بدي أقول ولا أحكي عنه أكثر، يلي قلته بعمره لا أقدم ولا أخر، ما قدر يفهم ما قدر، مفتكر بعده ما بقدر، كفي عمره انتهي هالدنيا عنه. شو بدي أقول ولا أحكي عنه أكثر، يلي قلته بعمره لا أقدم ولا أخر، الدنيا من بعضي. يعني عمل متكامل من الصورة للصوت للموسيقى. بدي أشكر سعيد، بدي أشكر كل فريق بلاتينوم الشركة، لأنه فعلا تعبوا قبل بجمعة من تصوير، يعني قبل يومين تصوير تعبوا جمعة بأوكرانيا تحضير وتراخيص عشان نسكر طرقات وعشان الأوبرا وعشان يعني كان في مجهود كبير بقى. يعني هيدا الكليب أنا بدي أقول إنه برغم من البرد صورتوه بس بيومين، وهيدا بيومين بفضل التحضير المكثف اللي بيحضره. صحيح، اللي سبق التصوير. صحيح، يعني سعيد المروق والتيم، وحتى بيعملك بورتفوليو، عرفت إنه بتطلع على كل شيء قبل ما تروح. صح، حتى بيوصل الفنان على السات ما بيقعد بتجر معه أربعة أيام. مزبوط، إذا بأوكرانيا عارف جمعة، عارف بده يعمل، يعني إذا بأوكرانيا عارف حاله شو بده يعمل أكيد. ملحم، قصة الكليب منشوفك بدور منتج أفلام بحقبة الخمسينات، بتصنع نجمة وبتوقع بغرامة، بس لما بتشعر بوصوليتها بتدوس على قلبك، وبالرغم من الألم بتكفي طريقك وبتصنع نجمة تانية. يا ملحم والله رجال صانع النجوم. حلو كثير الهيك. كنت عم قلك تحت الهواء قديش أدائك حلو، أدائها لهالصبية كمان حلو، يعني بس لا تنهار وتبكي، يعني تمثيل. الكليب مثل ما قلت ضخم، بيشبه تريلر فيلم هوليوودي، يعني على مستوى كتير عالي. مثل ما قلنا، مع أنكم صورتوه بيومين وبحرارة تحت الصفر، بس شو قصة يا سعيد، أيمتى بدنا نخلص؟ أكيد. أنا عندي شغلة بالتصوير دائماً، إذا كان كتير وقت بدنا نصور بحب ضل صبر حالي، يعني كيف بقوله، مثل لأنه بكون تعبان مثلاً، بحب مثلاً أسمع أنه يلا ساعة خلصنا، يلا ساعتين خلصنا، حتى لو عم يضحك علي منا مشكلة، يعني بس أنه مثل مهم عم تخدير، يعني عم تخدرك. يلا صرنا يومين صورنا 30 ساعة تقريباً. أيوه 30 ساعة تصوير، يعني بين الطريق وبين الأوبرا وبين ومعنا معنا معنا 100 حدا كومبارس، يعني تخيل ده بدك لتلمهم ولتلبسهم ولتغيرلهم لتشلحهم ولتلبسهم. للي ما بيعرف، انا بعرف لانه صورت دعايه، بتكون انت مثلا عملت كل الاكت تبعولك مزبوط، بيكون حدا من الكومبارس على ايده ورا. بالضبط، بترجع بتعيد بقى. كيف اذا وراك مثلا 100 شخص، يعني بالضبط هذا اللي عم او حدا غير محله، او حدا من كثر الاعاده وكثر التحضير، وبدك تغير ثيابك، تغير شعر، يعني ازمه. يعطيك العافية. بس انت تقول له شو يا سعيد، امتى بدنا نخلص؟ هو يقول لك خلص خلصنا، اذا بدك تروح تقوم انت تقول له لا بنكفي. ايه، ما هو لانه هو عارف عم يجي على طبطابي، يعني سعيد بيعرفني من 10 12 سنة. ايه دائما معودين انه خلص بدك توقف تصوير بنوقف فيلم. شو بتطلع، انا بقول طب اذا فلينا ممكن ينقص شيء بالكليب، لما بدي ينقص شيء بالكليب يلا كفي. يعني انت عم بتنق بس ببكي وبروح. ايه يعني بالزبط. مثل ما بيقولوا، بدك تعرف شو قصتها هيدي، ببكي وبروح. شو هي ببكي وبروح؟ ببكي وبروح، بتعرفها؟ ببكي شو؟ ببكي وبروح، يعني ببكي وبروح. هيدي صبية كبرانة عند بيت أهلها، نهار العرس، نهار عرسها، عم تبكي كتير 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 كتير، وظاهرة وعم تبكي، يعني تقطع قلبهم أهلها عليها. إجت أمها وبيها قالوا لها يا بنتي إذا يعني مضايقة هالقد بلاها، هالجازة بيتك ومطرحك، قالت لها ببكي وبروح. بقى أنت
بقى انت بتعب وبروح بتعب وبصور يعني ما في مشكل بتنق بس ترجع بتصور. ملحم هذا التعاون الثاني لك مع سعيد المروق بعد ممنونك انا من حوالي 8 سنين. بيقول انك بتعرف بدك تعرف شو قال عنك؟ بتقول انك انضجت كثير بس قلبك بعده مثل الولد وانك كثير مهضوم بتنرفز بثانيه وبتهدى بثانيه وانه الشغل معك ممتع. حبيبي سعيد انا كمان بنبسط اول شيء في كيمياء على الصعيد الشخصي كثير بنضحك بس نكون مع بعضنا. وسعيد يعني مخرج مبدع يعني سعيد حقيقة. كمان من الناس فعلا من الناس اللي عندها ريبرتوار كبير كثير بالكليبات الحلوه هو كإنسان هو كمان عظيم. يعني انا بتشكره على الكلام هو طيب القلب وما في مثله وهو قريب كثير سعيد حسن. مثل ما قلت كيف بتنرفز بسرعه يعني شو الماكسيموم اللي فيك تعمله بس نرفز؟ لا انا لا انت ما بتعرفي زين مش سنديان زين اقوى. انا كثير بمتص يعني انا كثير من الناس اللي بحمل 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 كثير بس اذا فجرت الامور ما كمان بتصير ردة الفعل شوي عنيفه بالحكي مش عنف ضاربه وخبيط لا يعني بس انه واص بصير ردة الفعل بتكون لانه دائما اللي هادي كثير واللي بيتحمل كثير بيوصل بس انا فعلا قليل ما يعني يصير في انفجار بتراكمهم يعني عصبي يعني طب في شي كلمه مثلا بتقولها اول ما تطلع خلقه هاي على الهواء بدي اقول لا تنقال شي كلمه انا اذا عصبت يعني في شي مثلا محط كلام اذا ما بديش اعصب ولا اذا عصبت اذا عصبت في شي محط كلام يعني هيك في كلمه بس ثقيله كثير انا ما تقولها انت انا رح اقولها ميرد ميرد لا انا بقول صبرا جميل مثلا عندي هالكلمه دائما بس كون معصب هيك ما بديش نرفز يعني بس وانه ما بديش نرفز بقول صبرا جميل والله المستعان دائما يعني بقول انه افضل انه يا ريت ما صار يعني يا ريت ما وصلت لهالمحل وبندم دائما بس كثير عصب بندم بس اوقات واحد مش بايده يعني ايه اكيد ملحم قبل ما نكفي معك خلينا نتذكر جزء صغير من هيتاتك الكثيره بهالميوزك ستوري يلا اوكي جاهزين شو جابك عحينا يا صغيري شو اي عندك عندنا يا صغيري شو جابك عحينا يا صغيري شو اي عندك عندنا يا صغيري ممنونك انا قلبك ممنونك عم عيش بهنا يا حبيبي من دونك حدك انا لا تخافي
يخلص المشوار زود حلاك الليل واخترت الأشعار حط العمر عكدافي ليل العمر دوار ما عاد بديك 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 ساعة ما بترجاك بترجاك شفت انه اذا بتعملوا مسابقه مين اكثر شيء حافظ اغاني ملحم زين بطلع انا بالدرجه الاولى ولا كلمه ما قصيت ولا كلمه ملحم رائعين ما لي قلب بوقفهم يعني قلي لي اياك قبل اخر غنيه شو كان الحمد لله قبل اخر غنيه يلي بعد مروان ما عاد بدي اياه لا كان صديقي نام يا حياتي تخيل علينا الليل هاي قبل اخر وحده لانه وقفت قبل الرفران والرفران مش معقول فحلو بدي اياك يا رب بدي الرفران بس انه ما لي قلب وصل المشوار زود حلاك الليل واخترت الاشعار حط العمر على كتافي وقفت عم بقول لك حلوه كثير البوكيه الحلوة بدنا نسمع منك شي لايف الليلة وفيني أنا هيك يعني اقترح شو قولي من السي دي الجديد الجديد العدلو يا حبيبتي ألحان كاظم الساهر العدلو يا حبيبتي أن تعدلي أو تخرجي من داخلي العدلو يا حبيبتي أن تعدلي أو تخرجي من داخلي إلى متى إلى متى أبقى قتيلا هكذا وأظل أعشق قاتلي ماذا جنيت لكي تكون نهايتي وعلى يديك حبيبتي ماذا جنيت إن كان قصدك أن أذوب من الأسى فلقد شربت من الأسى حتى ارتويت العدل يا حبيبتي العظيم بس مش عم بالغ وبصحتي وحياة الله يعني انه عندك هالصوت حرام ما يغني شو رايك ملح بتاخذ بالنصيحه هلا جدي هلا فايت ان شاء الله ان شاء الله برد بده انت لقطك من هون رح تكون ملحم شو صحه الاخبار المتداوله انه ممكن تكون بين لجنه حكم ذا فويس والله ما في شيء مؤكد ما في شيء ثابت ابدا لهلا بس اكيد بشرفني ام بي سي ما في شيء مؤكد يعني كبيري. في حديث وبعد ما تاكد ما في شيء مؤكد بعد لحتى لهلا كل الموضوع اللجنه كله مين حيفل ومين حيضل ومين اللي حيتجدد عقده ومين اللي هذا كله بعده مش واضح لليوم يعني بس انت عارف التفاصيل يعني بفضل اني ما ادلي باي شيء ليصير الفول بالمكيول مثل ما بيقول بس انه لحتى تقول لي انه بعده ما في شيء واضح وهيك يعني معناتها فيت معهم بالجو انت بالاجواء لا انه مثلا هلا كثير عم تسمع كثير اخبار صح. يعني المشكله في كميه اخبار بتضيع بطلت تعرف شو اللي بده يصير بالضبط يعني بيرا عم بيرا انه كاظم مثلا رجع على الفويس كيد تمام وبطل بالفويس الكبار بترجع بتسمعي انه والله
ملحم وإليسا ممكن يكونوا، ترجع بتسمعي لا صابر باقي أو عاصي باقي، ما في شيء يعني، ما بدي أقول أي شيء أسأل عنه يعني بعدين يعني. يمكن على كل حال ملحم أنت وين ما استوديو. بتكون مثلا الموقع بيكبر خلي لي وين ما بتكون. الشرف أكيد. ملحم بالألبوم أغنية جريئة ومميزة للموسيقار الراحل ملحم بركات بعنوان قلبي الجهلان من كلمات شاعر عادل رفور. صحيح أنه هالأغنية كانت عربون المصالحة بينك وبين صحيح كان في قطيعة 4 سنين أو 5 سنين على أثر لقاء أمريكا الدوحة 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 بس كنتوا بطريقكم لأمريكا؟ لا لا كنا بقطر. هو تكبر الموضوع بيني وبينه الله يرحمه يعني وزعلت كثير والله انه لانه كنت افضل يكون اقرب علي بهالخمس سنين لقطعه يعني اقرب ما انه يكون هيك في شويه جفا فتور بيني وبينه. يعني من اخلاقه العاليه كان عند جو برجان دق لجو قال له في غنيه بتشبه ملحم زين وبصيبه كثير هي غنيه بعلبك هي اللي علاقه بعلبك ما بيحكي انا وياه قال له خليه يطلع يسمعها. ده قال لي جو قال لي ابو ماجد بيقول لك اطلع اسمع غنيه عندي بالاستوديو. قد ايه حلوه كانت هالموبايل؟ قلت له انا عندي طلب واحد قال لي قلت له اذا بدي اخذها بدي يكون معي بالاستوديو هو على الصوت وعلى كل شيء يعني مش معقول ياخذ غنيه من حدا متقتل انا وياه يعني صح بقى وكان وصار كانت يعني فرصه بس يعني. هو اللي بادر بصراحه وهذا اخلاق عاليه منه وطيبه قلب مش طبيعيه يعني بقى انا بتشكره وبدي اقول له نحن ان شاء الله نكون نقدر نمثل خطك وطريقك والأغنية اللبنانية اللي قتلت كرمالها 40 سنة نقدر نكفي فيها إن كان أنا إن كان الشباب كلهم يعني والدليل تمسكك اليوم يعني بالكلمات اللبنانية يعني اللي عم نلاحظه بشكل كبير مثل ما قلت أبو ماجد كبير وخلينا نسمع هالأغنية اللي بي من أصل الأغاني الـ12 الموجودين بالألبوم اليوم. حاجة تشقي هالفستان شقي قلبي معه شقي هالفستان هاي لحقتك شقي قلبي معه وعايتي قلبي الجهلان ذكرتيني بوجعه وعايتي قلبي الجهلان ذكرتيني بوجعه لكن عاجز منك خايف عسيرة المصالحات عرفنا أنه صار في هيك لقاء وجمعة بينك أو مصالحة بينك وبين عاصي الحلاني. لش أمتين صار في خلاف؟ لا ما في خلاف ما كان خلاف صار في سوء تفاهم بركة؟ ايه بالضبط يعني كان في شيء هيك ما كان لازم يصير يعني هي الفكره يعني عشان هي صارت نوصف صح صار شيء ما كان حتى لازم حتى ما حدا يفكر يعطي الاشياء اكبر من حجمها حلي الضيف على منا وجر على منا وجر صحيح مع الزميل بيير كل الناس عارفه ايه و للي ما بيعرف وذكرت عدد الحفلات اللي ناطرتك ونسيت حفله مع الفنان عاصي الحلاني اكيد انا والله انا معروف عني انا ما بتقصد اني اكيد اشطب حدا او انه بالغلط مش بالعكس انا برجع باكد انه انا وقت الحوار هيك مشت انه عم يعشونني عن حفله فينيسيا انا وائل ومشت مشت مشت طلعت يعني بطلت عم فكر انه انه لازم اذكر بس انا كانت الحفله حلوه وعاصي اخ وفي عشري انا وعاصي عشري 10 سنين يعني بقى وهو صرح كمان انه ملحم اخ وما فيش خلاف انا وياه وفعلا ما فيش خلاف ما صار خلاف بمعنى خلاف يعني سوء تفاهم صار ايه هيدي هي بس انما امبارح كنا عم نعزي ايمن زبيب بولدته الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كنت انا وعاصي وكان ما ابدا ما في اي شيء شو بيقول الموسيقار العتب يا قلبي عاد المحبة تطلع منك هلا شو الذهب يا حبيبي صح هي الغنية صح الذهب يا حبيبي بضلوا ذهب مهما قالوا عنه قالوا الدهر انقلب والعتب يا قلبي عقد المحبة مع علم بيستاهل شو نفع العتب والدهب يا
حبيبي يضلوا ذهب. الذهب بيضلوا ذهب، وانت وعاصي الحلاني معدنكم ذهب اثنيناتكم. ملحم زين، انت اليوم بي لثلاث اولاد، علي 7 سنين، فاطمه 4 سنين، وحسين 6 شهور، الله يخليهم. واللي راح نشوف صوره اكسكلوزيف لحديث البلد يا حبيبي. لاول مره تطلع صور. فاطمة 5 سنين ونص، مش 4، 5 سنين ونص. ايه. فاطمة مصغرينها، فنانة من كم شهر بال5 سنين، عمر طويل. الله يخلي أولاد الجميع يا رب. كيف فاطمة بعدها المدلعة لأنه البنات؟ ايه أكيد، يعني كلهم، أنا يعني كلهم حاضنهم وبحبهم، بس إنه البنت دائماً لبيها بتبقى هي هيك كمان غنوش. هلا إحساس هلأ بتكون عم بتعبر لك كتير كتير حلوة هالصورة أنت وياه. حبيبي عيونه شو كبار يا خز العين، يعني عم بتطلع واعي، يعني بالنسبة لعمره واعي، عم يعني بيطلع ايه يعني ببيو. مين عم بغنجوا أكثر ما علينا، أنت ولا والله أمه؟ أنا عندي مشكلة بموضوع الأولاد بعمر الأشهر، ما بعرف أتعاطى معهم كثير. تتلمقك يعني على التليفون؟ يعني ما بعرف كيف بدي أقول لك، يعني ما بعرف غنجوا، ما بعرف ضحكوا، ما بعرف إذا بكي، ما بعرف سكتوا، حتى ما بعرف أحمله، يعني بصير تلاقي رقبته هيك، تلاقي ظهره. يعني عندي مشكلة. مش مجوز قبل بمرة؟ لا. على عمر السنة بصير سنة وشوي، بس يصير يمشي ويقدر يتحرك هيك ويكون تمام، بتصير مهمتي أنا ساعتها. بس ما بطل عايزك هو. لا بيكون بعده بحاجتي. لا بضل عايزه. عم تقدر توفر وقت لعائلتك بهالانشغالات؟ لأنه عم بيكون عندك هلا كمان رح نحكي عن يعني. والله بصراحة بين الحفلة والحفلة دائما بيبقى في وقت فراغ. عم نجرب دائما، يعني بالصيف انا معود دائما نسافر، يعني دائما نطلع من لبنان نسافر انه صيفيه. رح تقدروا هالسنه؟ سافرنا شهر و10 ايام. رحتوا سفره؟ وهلا طالعين انا وعلي على اسبانيا نحضر برشا وريال مدريد ان شاء الله. خلص علي صار بيرفق. 16 اب ان شاء الله طالعين نحضر. ايه علي رفيقي 7 سنين ونص. خلص صار واعي. ومين اللعيب المفضل عنده؟ هو بحب ميسي. والله بحب ميسي. عم جرب هلا، عم جرب اعمل له غسيل دماغ. شكلك رونالدو لانه من طريقتك. انت مين؟ انا بحب الانسان اللي برونالدو. صح، انسان كثير، بحب كيف بيتصرف، كيف بيتعاطى بالموضوع الانساني والجهه اللي له علاقه، يعني هذا حتى مع يعني بيأدي رسالته يعني بشكل فظيع. انا بحب هاي النقطه فيه. حتى مع الطفل اللبناني اللي فقد عائلته اكثر من طفل افغاني ولبناني استقبله واهتم فيه، كان امله انه وبحب يعرف. عنده شخصيه اصراريه، يعني ميسي هلا خطينا على محل ثاني، بس ميسي عنده الله حط فيه، الله حط فيه مثل واحد عنده صوت حلو مثلا ما بيدرس موسيقى، خلاص هاي الموهبه اللي الله سبحان الله اعطاه اياها. ميسي بهذا الشكل انا بعتقد هيك، انه ما بيعطي مجهود لحاله يشتغل على موهبته، الله حط فيه هالموهبه موجودة. كريستيانو اشتغل كثير على حاله، بحب شخصيته الاصراريه. هلا عمل يشتغل قد ايه بيشتغل على حاله، قد ايه بيشتغل كمان وبفتح اوتيل وعمل. ميسي تزوج هلا عن قريب. ما دعاكم بس كان اولاده مدعوين الاثنين، يعني اولاده من زوجته اللي حلو. واحد يحضر عرس بيو. حلو يحضر. نحن بس الاولاد كانوا بلشوا يفهموا حضروا العرس صاروا يبكوا اجمالا، كل الاولاد بينوهلوا انه وين كنا نحن بالعرس. صح. بيفقدوا كمان. صارت معك شيء اذا بتجرب معالي انه اذا حضر العرس؟ لا ولا ما صارت انه قال انه انا وين كنت او شيء، يعني لا انا صاروا يبكوا الاولاد، بقى اولاد ميسي ما حيبكوا، رح يلاقوا حالهم حاضرين العرس من الاول ولا الاخر. اي اغنيه اكثر شيء من البومك الجديد عم تغني لهم للاولاد بالبيت هيك بتطلع معك بالبيت؟ والله من الجديد بعدين يعني هلا صار له هو 15 يوم بالسوق، يعني بس بالعاده يعني مش بنغني. اول شيء علي بدق على الطبل منيح. عنده موهبه الموسيقى، عنده ايقاع، يعني بحب الجيتار، بحب البيانو، بحب الطبله، بحب بقى البط عوام. ايه بقى عنده هيك، عنده احساس له علاقه بالموسيقى. بغني له دائما مثلا. حدا منك منهم معقول يطلع رئيس جمهوريه؟ من اولادي؟ معقول يطلع مخول مثلا او لبدله؟ ما بعرف. ما بعرف بهالبلد هون صعبه الامور. صعبه. ايه بقى بغني له يلي دينك من ديني مثلا، بغني لهم يا حبيب بيك لعلي. فطومه بتحب بدي حبك، بتحب الاغاني هيك الرقصه. طب لمين منهم يعني بدك تغني لهم ليله؟ لفطومه، لعلي، ل والله ما بدي ازعل حدا، يعني ما بدي. طب غني له غنيه لثلاثه. لثلاثة بدي غني غنية؟
يلا تنام لأنه قديش صارت الساعة. بدهم يحضروا بيو. بعدين خلصت المدارس. يعني علي علي أخذ حقه بغنيتي يا حبيب بيك، أخذ حقه زيادة يعني. صح. فطوم عملت لها بعيد ميلادها 5 سنين هلا من كم شهر، عملت لها أي يا قمر أحلى كتير من القمر، أي يا بشر ما في بحلا فطوم بشر. حلو. انتي ملاك الولدني، انتي الدني كل الدني، وكل ما كبر عمرك سني بيشتاق عمري للصغر. ايوه. ملحم زين، صيفيتك مع بايه وراح تلاقي جمهورك بلبنان وخارجه من القرز ب 29 تموز بالاوبريت لبعورتا، عمشيت، حاص بيه، حصرون، اهدن، كازينو لبنان، ميروبا، الحبتور، وصولا لعيد الاضحى ببيروت، ومن تونس للامارات، كندا، استراليا وبلدان ثانيه. بدنا نتمنى لك كل التوفيق بكل اعمالك، يعطيك العافيه. سلف هيدي محبه الناس، ان كان بالبلد هون، اول شيء المهرجانات اللي عم تصير هون شيء عظيم، عم نعطي رساله للناس انه البلد امن، وعم نعطي رساله فرح ورساله انه البلد هذا رغم كل شيء تمام عايشين، وبدنا ننبسط وبدنا نعيش ومنارة. ما حنخلي قوى الظلام تعيشنا مثل ما هن بدهم ابدا ابدا ابدا. نحن حتى الليله يعني قد ايه قطع معنا مهرجانات، كمان ليله مستقبلين مهرجان ضخم اللي هو مهرجان بيست اللي راح يصير على واجهه بيروت البحريه. أكيد. فبعدنا لهلا يعني عم نعمل انترودكشنز لمهرجانات. الحمد لله. هي نعمه. بس نحن بعد ما خلصنا معك لانه محضرين لك سلسله اسئله سريعه. جاهز؟ جاهز طبعا. اوكي. ملحم زين وانترفيو اول مره. أول سفرة عملتها؟ أول سفرة، أول مرة سافرت لوين؟ على الأردن. على الأردن. أول حب؟ يعني واحد بس يخلق بحب، بس يكبر بحب أمه أكيد يعني. إيه هيدا هيدا مفهوم. إيه. لا أول حب هي الأم. إيه الأم. أو بتعلق بالتيتا كمان. بس عم نحكي أول حب. حب حب حب. والله ليك هو ما كان حب يعني. قديه كان عمرك اول شيء؟ هلا قديه كان عمري؟ ما انه حب يعني، بصير بتعرف طريقه المدرسه والولدني وال اعتقدت حب يعني. هو واحد اول مره هيك يعني حسيت عندك مشاعر يعني بعمر، بعتبر بعمر 12 سنه. بلش بكير. اوكي. بالمدرسه ولا الجيران؟ هني عاده دائما لازم تكون الجاره. لا ما هو ما يعني ما كان حب حتى في حتى ما ما فيش يعني ما فيش حوار فيه. ما, في ايه؟ ما فيش حوار، ما حكيت معه ولا من بعيد لبعيد. عذر. ايه ايه بس اكيد. مين كانت؟ لا اكيد ما فينا يعني ما لا فينا. لا بس مين رفيقتك بالمدرسه؟ ما راح نسميه. ايه كان حدا بالمدرسه اكيد. بالمدرسه ايه معك بالصف. شو اسمه؟ حلو كثير. اسمه الصغير. لا ما في، ما كنت صغار. طيب بركي رجعت حنت او شيء. اول معاش. اول معاش. أول معاش أو دفعة؟ أول معاش أو دفعة؟ أول معاش أو دفعة كنت بالمدرسة، كان بيي يبعثني لأشتغل بالصيفية. اشتغلت مع حدا عشان أتذكر السالفة مزبوطة بس ما خبص، يا نجار يا سنجر شيء من هالنوع يعني. هذا من ضمن يعني التكسير الشخصية إذا بدك، إنه لا إنه شو ما اشتغلت وهيدا اشتغلت مش عادي كثير مهم. بقى بتصور هذا أول شيء قبضته كان 10,000 ليرة أو 10,000 ليرة. ايه. شو عملت فيهم تتذكر؟ بليار وشيء يعني ما اشتريت شيء شوكولا وبونجيس. هو هن يعني اللي بعمرك ايه. اللي بحبوهم ايه. يعني مونشوز. أول خيبة أمل؟ بس رحت ال 10,000 بس خلصت ال 10,000 دمرت نفسي. كخيبي خيبي يعني بتصور هل هو احساس بالخيبه، بس بعدين الامور راحت على محل ثاني كليا يعني. صارت عم بتخيل عم بتخيل وين انا يعني اعتبري سوبر ستار مثلا لما انه طلعت بالحلقه قبل النهائيه بتذكر بتحسي للحظة بانه اوكي انه ما قدرت حقق اللي انا براسي، بس بعدين
محبة الناس كانت شو حسيت بلحظة؟ كانت أقوى، كانت أقوى بكثير. يعني أنا بتذكر نحن كنا بالبيوت وكأنا كبيت علينا مي مسقعة، يعني أنت شو حسيت؟ إيه هذا هو بالضبط، يعني هذا هو الإحساس، نفس الإحساس إنه ما قدرت أوصل للي أنا بدي إياه، بس بعدين الناس رفعتني. ما كنت متوقع؟ الناس رفعتني. ما كنت متوقع تطلع؟ لا ما كان في اي يعني في بدل انه قالوا لي بالليل، قالوا لي بالليل انه عم نصوت ما عم يوصل، اعتبرت انا انه شغلي. هلا بنرجع لورا 15 سنه ما عم نقوس على حدا ابدا يعني من هالفكره، كلهم حبايبنا واخواننا، الموضوع صار ورانا، بس بتصور هيدي هي يعني اهم شيء انه الموضوع وراك وانت بالمقدمه، الحمد لله هذا الاهم. وانا بتذكر نزلت مظاهرات بالطرقات، يعني سكرت البلد، يعني هيدي الناس لما عبرت عن محبتها وعن احساسها بموهبتي، يمكن هذا اللي خلى دغري الامور تقلب لفرح. صالحة. اكيد اول انتصار بس نزلت الناس، يمكن او اول غنية ضربت. يعني شوف انا قبل ما اظهر للناس يعني بشكل مطرب، يعني كنت ادرس، يعني ما كان في شيء، ما كان في خيبات بحياتي، انا عايش الحياه الروتينيه العاديه، درس، بيت، بنام، في فوتبول، بليار، والعشرة آلاف ليرة. انتصار بعتقد لما قلبت الامور لصالحه، لصالحي، ولما الناس تحركت، ولما بعد اول البوم والنجاح اللي انا فيه اليوم، هذا كله بدعم الناس. مش عم بحكي هلا اشياء لها علاقه ب مثل ما بيقولوا مثاليات، يعني بالعكس، يمكن انا الوحيد اللي لي حق احكي هذه النقطه، لانه فعلا الناس عبرت بصدق وكان شيء عفوي وكان شيء بالضبط. بقى انا بعتبر هذا اول انتصار لي. انا بتذكر كثير منيح انتم خلصتوا من هون، اجى رمضان وكنت عمال تغني باوتيل من افخم الاوتيلات ببيروت، يعني على اول مطلع بالفينيسي. صحيح صح صح، يعني ورحنا اخذت الاولاد وحضروك لانه كانوا معلقين فيك من التلفزيون. اول جائزه ليك، انا معروف عني شوي هيك، شوي بحكي الامور مثل ما هي، يعني والله وحيات اولادي الثلاثه بحس اني انا جائزتي اخذها فعلا لما التقي بالناس بالحفله او باستوديو او وما رحت. يعني انا ماني من الناس اللي بنطر اني دخيلكم كرموني، يعني ماني من هالنوع ابدا، بيعنيني الموضوع حلو واحد يتكرم ببلد. طيب انا جائزه تكريميه، كرمت يعني مثلا بالميركس دور، طلعت اخذت بالميركس اول مثلا، اخذت افضل اداء وافضل صوت. حتى قبل منا بمصر تكرمت، تكرمت بدار الاوبرا بمصر، يعني في كثير امور صارت معي بتعني لي. هو التكريم يعني اليوم محبه العالم اكثر، اكيد انا هذا سيارة. انا لاني حقيقي، انا بتعاطى مع امور بحقيقيه بواقعيه اكثر، يعني ماني تبع بروباغندا وتبع انه صوروني اعلاميا وجيب المجلات وفلاشات مع احترامي للمجلات ولكل شيء. بدنا نحكي بعد شوي كمان انك انا بحس حالي حقيقي اكثر انستغرام. ليش كمان هلا بعد شوي بدنا نرجع نحكي عن بالانستغرام على سيره الفلاشات والصور. اول سياره، اول سياره ركبتها الي انا، يعني اول سياره اشتريتها انا كانت هامر، هامر الاتش 1، هذا الدباب كبير، هيدا كانت موضه لانه وقتها كان وقتها هذا شغله كبيره. اول اولويه بالحياه عندي انا يعني تربيه الاولاد ولا عندي انا؟ انت شو الاولويتك؟ يعني شو اذا بدي اقول لك الاهم شيء عندك بالحياه؟ اكثر من شغله، الصدق والاخلاق. انا هودي بعتبرهم، يعني الصدق هي من ضمن الاخلاق اذا بدك، اذا واحد عم يكذب بمواعيده او شيء بيكون خلص انسى، في قله اخلاق بمحل معين. الاخلاق بالعموم اجمال. قال الاخلاق يعني نكت طالع نازل ما بحب. مين عم يحكي لنا شيء؟ ابدا لا، بس انا هيك تحسبا قلنا شيء لهديت. ما قلت الشيء لا. جوانا، خلينا نشوف جوانا شو جايب لنا. لديك عادة سيئة، اقطع عهدا لزوجتك بالإقلاع عنها. يلا ما دام تماني عم تحضرنا الليلة، في أكثر من أنا بسلم عليها كثير، التقينا مش من زمان، أنا بسلم عليها كثير، التقينا مش من زمان. إيه صحيح. بقى بدك الليلة بتوجه لك تحية وبتحبك كثير. أنا كمان القلوب عند بعضها. في عادة أو شيء عم تزعجها بدك تحلف لها الليلة إنك ما بقى رح تعيدها. أوكي.
عم قلت في كذا عادة سمعتها. أول شيء عندنا مشكلة بالبيت إنه هي بتحب تنام مطفي التلفزيون. أنا بحب نام داير التلفزيون. وبالأغلب دائماً كلمتي اللي بدها تمشي ما بعرف نام على كتير رواق ما بعرف نام عندي مشكلة. يعني في ناس هيك بحبوا كانوا عم بيتمزقوا إيه حتى عم بغسلوا كتير هداوي ما بعرف ما بتغمضش عيني ولا بشكل. لا بدنا نروقها. لا رواقة إيه أوكي. هيدي قصة التلفزيون. أوكي في العادة السيئة ممكن إني بطلها حطت الحاف بتمي. حط الحاف بتمي. وبتسحبه؟ كله؟ لا مش كله لا طرف ايه طرفه مثلا بكون نايم مثلا بتتعهد لا ايه كفي ايه مثلا بكون نايم بحط الطرف الحاف عندي خصلي ما بعرف ليه وبتنام؟ مش بنام لا اذا انا وش علي انت اذا انا سهران بنحضر تي في مثلا فيلم اي شيء عندي خصلي بحطه هيك بتمي بعليه بحطه بتمي وبتحضر ايه اها شو الفيلم بكون؟ اختم هون احسن ما يزيدها بعدنا عم نحكي بعد منبهتك حبيبتي شو عم بقول حاطت الحاف بتمه وعم بساله شو الفيلم اللي عم تحضر له حتى حاطت الحاف بتمه شو ما كان الفيلم بلد فيرا يمين ضيفة عزيزة دايما نحن بالأكتر ما في داعي نعرفك على ملحم زين لأنه لما حاسن الصدف طلعتوا كثير أصدقاء ما هي ركبة القصة وبالسرعة أنت عرفتي كيف بمجرد ما نقل لبعضنا أنه ملحم وفيرا وفيرا وملحم صحيح صداقتكم عمرها 5 سنين تقريبا صحيح العمر كله بس تعرفي في مرات بتعرفي ناس 50 سنة وبلحظة كأنه ما بتعرفيهم وفي ناس بتتعرفي عليهم من أول لحظة كأنك بتعرفيهم كل العمر خليلي قلبي خليلي قلبي بدي أقول إنه كمان حتى بالسياسة مش كتير بعاد عن بعض أو شي نحن بيجمعنا الباك أكيد يعني الله يخليك سليمان باك تعرفي منى الحديث بالسياسة بهالوقت تحديداً قد ما اختلط الحابل بالنابل وصار المشهد كتير مزيك المهم اللي بيجمعنا مغزلنا. اللي بيجمعنا ملحم وانا الانسانيه وحس المقاومه ما هيدا اللي بدي اقوله انه عندكم هالحب للمقاومه المشترك سوا فيرا يمين انت اعلاميه وعضو المكتب السياسي بتيار المرضى وضيفتنا الليله من بعد مشاركتك بمهرجان القلعه والوادي بحمص بسوريا او القلعه والوادي واللي قدمت فيه ندوه عن تاريخ سوريا الحاضنه للحضارات وعودتك تزامنت مع اسبوع صعب شهدته العلاقات اللبنانيه السوريه هالمره على المستوى الشعبي للأسف واللي ترجم بلغة متدنية حقيقة. ومشاهد مؤسفة على وسائل التواصل الاجتماعي بداية شو تعليقك على اللي صار وليش وصلنا لهون هيك فجأة لك أنا بعتقد نحن بلبنان للأسف صرنا مسكونين بالانفعال يعني منسوب الانفعال بيطغى على منسوب الوعي لو كنا قارئين جيدين للتاريخ وللجغرافيا ما كنا بننزل هالقد للخطابات السياسية اللي بتكون وفق المصالح الانتخابية أو وفق الخطاب الشعبوي هيدا الموضوع صار شماعة وقت اللي بدنا مناخده إيجاباً وقت اللي بدنا مناخده سلباً أنا بقلك شغلي مثل ما دايماً منكرر أي دين بينحرف عن الإنسان بيتشوه الدين من جوا وأي إنسان بينحرف عن إنسانيته ما بيعود يستحق لقب إنسان حقيقة بس كان يعني كان في نوع من الافتعال الإعلامي للمشكل يعني المشكل ما بيلش بالطريق بلش إعلامي صحيح وللأسف في بعض المثقفين والفنانين أشطوا أخذونا معهم بمحلات
منا مضطرين كنا نفوت عليها يعني. انزلقنا انزلقنا ووقعنا بفخ ودرك ما مفروض يكون بيشبهنا للأسف. وبعدين لما بدك تصير تصلحي الغلط بتصير كأنك عم بتغلطي مرتين أكثر، مثل ما بترقعي التوب بتقومي بتخزقيه عن جديد. فلهالسبب خلينا نروق، ونحن طالما الليلة على الهواء الليلة جيشنا عم بيعمل إنجازات بأرض ليلى، والجيش ما بحياته راح يكون بوجه الناجحين ولا الناجحين بوجه الجيش. أول يعني اخذ المحل، اخذ الموضوع منى حبيبتي من قضيه عرسان لمحل اخر. مفروض ثاني نتوحد كشعوب، صح، من العراق لسوريا للبنان لفلسطين لكل الارض العربيه. خلينا نكون شعب واحد ضد الارهاب، ساعتها ما بنحكي باللغه العنصريه. على كل حال بدي احط غنية بتشبه اللبنانية ولازم تضلها تشبه اللبنانية، اللي جعلوا من بيروت ومن لبنان قلعة كبيرة وبتساعد الدنيا كلها. فكيف إذا إخوانهم السوريين؟ يلا قلعة كبيرة وقلبها كبير وبيساعد الدنيا كلها، قلعة كبيرة وقلبها كبير وبيساعد الدنيا كلها. اشتقنا عليك كتير كتير وحلا نرجع لنحلا، اشتقنا عليك كتير كتير وحلا نرجع لنحلا. قلعة كبيرة وقلبها كبير وبيساعد الدنيا كلها. بدي اقول انه للاسف يعني توسعتي اكثر على نطاق العالم العربي، لانه اللي بيتابع سوشيال ميديا بشوف انه هيدي المتاهات عم بيدخلوا فيها المواطنين العرب بكل البلدان. صحيح. يعني بمصر بتلاقي كمان في شتائم وشتائم متبادله بين السوريين بين بعضهم، هون بين الاحزاب بين بعضهم، يعني وين ما بتلاقي مشارب مختلفه. صحيح. بتلاقي الناس مستشرسين بشكل كثير كبير على بعض. المؤامره المرسومه تحت المسمى ربيع عربي عم بتحقق اهدافها، اللي ما قدرت تعمله بالبندقيه وبالميدان عم بتحاول تحققه بالفكر وبالكلمه. صدقيني الغزو الفكري اللي عم بصير اخطر بكثير من الغزو الميداني العسكري. اليوم اذا عملتي انجاز بالميدان، بالموضوع القطري السعودي كمان طبعا يعني. وانا برجع بقول اللي قاله سليمان فرنجيه، اي صراع عربي عربي المستفيد منه هو واحد الصهيونيه. اكيد اكيد. ملحم انت اصلا منك فاعل على السوشيال ميديا ليه؟ نادا نيانتي ما في شيء ليه؟ ما بعرف يعني، بحس انه ما مش شخصيتي اني اقدر وين ما كنت اتصور، بحب شوي هيك الخصوصيه. طبعي هيك يعني، ما بحس انه وين ما يعني عم تاكل ما ضروري نعرف شو عم تاكل عم تشرب. بالضبط، خصوصي انا اكثر شيء بيزعجني موضوع الاكل على السوشيال ميديا. هو حسب كيف الواحد ايه كمان بيستخدم السوشيال ميديا. بالضبط. لا لا صار وبعدين يعني مثلا موضوع الاكل كثير كثير بعدين هو يمكن ملبك لانه في ناس ما والله في ناس ما عاد تاكل يعني، مش معقول تصور له شريمب وتصور له اللوبستر وتصور له يعني. انا هذا الموضوع كثير بيزعجني. وبلا قطع لحديثك كمان رح نسمع لك، بس الستات صايرين بيصوروا الجسدين وبيصوروا الكربينات والكربينات. هلا في صبيه عيب عن جد عيب، صبيه من الصبايا الحلوين معك بالبروجرام بتاخذ مقابله على جنب، كان دائما سؤالها عن الفاشن انه والمارك، ما معقول شو صرنا مهجوسين بهذا الموضوع لدرجه الشكل عم بياخذ المساحه الكبرى من الاهتمام على حساب المضمون. بس انا كنت عم بنمر على ملحم انه هو منه على السوشيال ميديا يمكن مستحق انه ريال مش برشلونه. انت شكلك برشلوني، انت مع ميسي؟ انت ميسي؟ انا لا انا مع برشلونه يعني مش بالضروره، طبعا ميسي هو اسطوره، بس انا مثلا من اللاعبين اللي بحبهم كثير واللي خسرهم فريق برشلونه اللي هو اللاعب البرازيلي تشافي. فبالتالي انه انا برشلونه من الاساس بحبها وبستمتع باللعب البرشلوني، كيف بيرسموا على ارض الملعب لوحات هن وعم بيلعبوا. بس انا كمان بحب رونالدو لسبب بسيط، انه اللاعب الوحيد اللي ما بادل قميصه مع الاسرائيلي. صح، وعنده كمان هيك لفته تجاه الشرق الاوسط. الفيس انا قصدي الفيس. ايه داني الفيس. ميامور الفيس. حبيب قلبها الفيس. ابلا اسبانيول. فيرا يمين اجباري نروح شوي على السياسه، لانه بدنا نعرفك شويه، خصوصا انه اليوم كان في جلسه لمجلس الوزراء وكثار تاملوا انه يتم تعيين، وانت يعني اليوم بالوكاله الوطنيه فرع الشمال. نعم. كثار تاملوا انه يتم تعيين مجلس اداره ورئيس مجلس اداره لتلفزيون لبنان. اليوم شو تعليقك على الخلافات الحزبيه اللي عم بت
متأخر عمل هالمؤسسة المهمة الأساسية؟ بتعرفي منى حبيبتي، أنا من الموقع اللي بمثله مرات يمكن أي إجابة قد تفهم اتهام. بتعرفي دائما اللبناني الاتهام جاهز. لا هلا عم نسألك كأعلمية. لا لا عرفتي كأعلمية بس كصحفية. أنا اللي بيوجعني إنه عندنا ثروة كبيرة اسمها تلفزيون لبنان، هالمرآة الحضارية اللي جعلت لبنان على مساحة العالم العربي وما يتجاوز العالم العربي. اليوم لما بدك ترجعي على مخزون أي ثقافة، أي مخزون فني، أي مخزون غنائي، أي مخزون بالدراما، بترجعي إلى الحنين، إلى الأسود وأبيض، إلى تلفزيون لبنان. حرام علينا نجلد هالشاشة بهالطريقة. وكنا منتوسم خير انه نحن هلا بمرحله جديده على الاقل نبين جديد بالمعنى الذهني، فرجعنا وقعنا بزيت الفخ اذا منجيبه ماروني او كاثوليكي او ارثوذكسي، اذا من الملك، اذا من خارج الملك، جيبوا حدا بيملك هم تلفزيون لبنان وهم الاعلام وما حدا بده شيء منه. على كل حال اليوم الاسامي نزلت لثلاث اسامي، يعني إذا بدنا أنا كنت متوقع أنه ما رح يتم التعيين اليوم لأني عارفة في خلاف ولو باطني أو سري أو بعيد عن الأعلام. هلأ هن قالوا اليوم كان لازم يتعين العضو بالمجلس الإدارة قبل ما ينتقلوا لتعيين، يعني كل رئيس سنتين ونص شهور لنعينه وما بعرف، يعني لا لينتقلوا لتعيين رئيس مجلس الإدارة، بس ما تم الاتفاق على هالعضو بمجلس الإدارة. هو ما كان الموضوع مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء، بس كان منتظر إنه ينحكى مفروض فيه. يعني هلا يعني صار الوقت إنه يحطوا رئيس، يعني ينقوا عضو وحطوا بالمطرح المناسب، وخصوصا انه على عمليه الجوجله كانت بشكل معقول. انت مش معقول جديتك، انا جديتك بحبها ميشيل، بس هيك يعني ماشي معودي عليها. عم بحكي بجديه. ايه واضح. كان في شخص الله يرحمه اسمه جان كلود بولوس. ايه ولو صديقنا، لازم هيدا الشخص نتمثل فيه ونكون مدراء تلفزيونات. الحمد ايه عن جد رزق الله. بس ما مشكلتك نحن منهين ذاكرتنا ومنشوه تاريخنا، لو كنا بنعرف نقرا بالتاريخ كنا منقدر نمتن الحاضر أكثر. صح 100%. فيرا يمين، بتوافقي على أنه اللي أعطته، هلأ عم نحكي كمان في الأخبار الجديدة هي سلسلة الرتب والرواتب، أكيد أبو علي معك خبر، بتوافقي على أنه اللي أعطته السلسلة لموظفي القطاع العام رح ترجع تشلحهم يا الضرائب؟ ليكي هلا اساسا الضرايب مشلحتهم ياه، والغلا اكل السلسله من وقت اللي انحكى فيها من 2012، فالغلا اساسا اكل السلسله. بس خلينا نشوف النص المليان من الكوب، نقول الحمد لله بالنهايه اقرت السلسله ان شاء الله، يعني على الاقل تكحل، لانه اكثر من التكحيل ما فيها تعمل. شوي كمان موظفي القطاع الخاص عم بيقولوا انه اللي رح اخذوه القطاع العام رح ندفعه نحن، رح يزيدوا علينا ضرايب. هلا دائما القطاع الخاص ببين انه هو مظلوم، بس القطاع العام هو المظلوم اكثر شيء. اكيد للاسف، لانه المبادرات لانه في غياب لدوله حاضنه وداعمه، فالقطاع العام هو جزء من الدوله. ان شاء الله نوصل يوم الى انه نقدر نبني دوله لحتى تكون كل القطاعات عامة وخاصة أولاد الدولة. طيب هلأ نحن قادمين على استحقاق نيابة عن قريب، معقول شي نهار نشوف؟ يمكن إيه ويمكن لا، مش أكيد. ها أو ليه؟ ويمكن لا، هيدي كلمة كبيرة. بلبنان كل الاحتمالات واردة، من مغنط الوعود نعمل تمديد جديد. هاي مغنط، هيدا على البطاقة المغنطة. ايه طبعا، لأنه حتى ما نقول أنه مددنا، جملنا التمديد تحت عنوان البطاقة المغنطة. هلا شو بيصير؟ مين بيعرف؟ طيب إذا ما مغطنا كثير بهالمغنطة، مغمطنا، معقول نشوفك مرشحة؟ ليكي مع أنه ما أفرت الكوتا النسائية اللي للأسف أنت عم تشتغلي يعني عليها. جد جد تعبت، ويمكن بح سماع الناس من هيدي نغمة موضوع الكوتا النسائية. بس أنا بدي أعرف أنت شخصياً. أنا بدي برجع بقلك اللي قلت لك قبل مرة. أنا فخورة أنني أنتمي إلى حزب حقق مساحة واضحة وواسعة ووازنة للمرأة بالحياة الحزبية. الحزب هو اللي بقرر. يعني بس إذا بكمل جميله وبيجيب امرأة نائب، يعني ما رح تكون زعلانين. يعني بيض الوزن. والله والله. ما هيك؟ هيدا من لطفك حبيبتي، بس هو جميله علينا كلنا. فيرا يمين، إن شاء الله بلقائنا المقبل بنستضيفك كنائب بالبرلمان اللبناني، لأنك الوجه المشرق للمرأة اللبنانية. حديثنا معك بعد ما انتهى حبيبتي، وعنا لقلك سلسلة أسئلة سريعة. العادة تعودنا، بس مشال معلقت يعني شو بدي علق أكثر من هيك؟
بس علقت على شغله. شوف هلا يمكن هلا هلا يمكن ما حدا بيعرف. شوي زعلانه من ملحم شوي منشان السوشيال ميديا. لا لانه غنى غنيه مريم صحيح لفطمه، هو بيعرف قد ايه بحب الاولاد انا، بس وبنتك مريم. اساسا بنتي مريم والغنيه الله يخلي لك اياها كانت لاخته مريم، فبالتالي حسيت شلحني غنية انا غنية لبنتي. لا لا بس انا على فطومه، ما فطومه انا بس حكم صداقتك معه، فطومه مثل بنتي. ايه أكيد أكيد. كمان بدي اقول انه مريم درست جرافيك ديزاين عمرها 25 سنه، وجون عمره 18 سنه وهلا بده يدخل يعمل اقتصاد. صحيح، يعني حتى مريم عملت ماستر ببرشلونه كمان جلوبال ديزاين، يعني تصوري حتى لحقت بعتتها على برشلونه. على برشلونه ما فوتت مش بس هي صارت مقصد اكاديمي، صارت برشلونه ايه وما فوتت ولا 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 مباراه على فكره. حتى بيعرف يغني حبيبي برشلونه على الخبريه؟ لا بيموت ببرشلونه. فيرا يمين في شيء بالحياه صعب وفي شيء اصعب؟ طبعا. صح طبعا. فيرا يمين وانترفيو الاصعب. فيرا يمين الاصعب، اتفاق سياسي بين المرضى والقوات او بين المرضى والتيار؟ كله بيهون لما لبنان بيتوحد. فشو الاصعب؟ صدقيني كله بيهون لما بالنسبة للمرضى ما في شيء أصعب، يطرح على الطرفين السؤال. أنت يعني أنتوا مسهل الأمور. لكن اللي بيقدم العفو والغفران لمصلحة لبنان أنا برأيي ما بيصعب عليه شيء. الأصعب قانون الستين أو القانون النسبي؟ أكيد قانون الستين هو الأصعب والأبشع، وقانون النسبي إن شاء الله نوصل للنسبية المطلقة، مش نسبية مشوهة بين الأكثري والأرثوذكسي. على كل حال عساها مرحلة انتقالية للنسبية المطلقة. الأصعب التعامل مع السياسيين أو التعامل مع الفنانين؟ بيشبهوا بعضهم. اثنينهم عندهم وسعوا مزاجية. لا واثنينهم عندهم سعي لحصد الشعبية. بس عن جد مش ملحم، لأنه ملحم من الفنانين الهينين. لا طبعا هو بيعرف. نحن عم نحكي كمنبر إعلامي، التعامل مع السياسيين أهون بكثير، مع كل محبة للفنانين مزاجيين. قلت لك بيشبهوا بعضه وشعبوي بشكل يعني يمكن انت انت يعني جزء من الفنان المودي والمزاجية، لأنه صح. حساس، لأنه حساس بصير يعيش بحالة معينة، بصير يعيش لا هلا هلا بالمقابل بيعطيك شيء كثير حلو. الفنان الفعلي إذا كان مزاجي بتغفري له مزاجيته. صحيح. بس يعني مشروع الفنان اللي بعد ما وصل ومزاجي يمرق فيها شو. منيحة هيدي. منيحة. على كل حال أنت على سيرة الفنان ومشروع الفنان، بتعتبري ملحم زين الرقم واحد بعد الكبار مثل وديع الصافي وفيروز؟ عندي بحث كامل. هلا من شوي كنتوا عم تحكوا عن خيبه سوبر ستار، انا بوقتها بكيت لانه ما كنت بعرفه لملحم. صحيح. وقلت ليقوم انكسر وما يكفي، وكنا نحن عم نتوسم عم نفتش عم ننقب عن اصوات هيك. صح. ترجع اجى بفتره ترجع الضوء للساحه الفنيه. هالقد هالقد يعني انا بالنسبه لي صوت ملحم صوت القصب المجروح لاخر الروح. خلينا نكون كمان، لانه انا حسيت هيك شوي بنوع من الجلت فيلينج يعني بالذنب. خلينا نقول انه هالمنبر سوبر ستار كمان توجك ريس، يعني سواء عطاك الجائزه ولا ما عطاك الجائزه. صحيح. عن جد توجك. انا ماني ريس، هو لقب. لا لا ريس ريس. أنا لا كان. انا خيكم خيكم ابو علي. لا ليكي خلينا ريس احلى، يعني اخف وطأ من ابو علي. ابو علي مبين كبير. وبتعرفوا عندك بحريه اكيد. واحد اثنين ثلاثه. عندك بحريه يا ريس، نور شرقيه يا ريس، بحر كويس يا ريس. واطي كثير. يلا انت اطلع فيها. عندك بحريه يا ريس، سمرو شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصلني حبيبي يا ريس، ودخلك يا هوا الشمالي نيران الهوا قتالي، دخلك يا هوا الشمالي نيران الهوا قتالي،
والبرجة تخطر على بالي أيام وليالي يا ريس بعد على بالي يا ريس بعد على بالي يا تسمعي ملحم ولا تسمعي ملحم وما تنطربي؟ ما ممكن اسمع ملحم وما انطرب. الأصعب تكوني أم أو تكوني مسؤولة حزبية؟ الأصعب والأحلى إن يكون أم. صح. خلينا نشوف شو الأصعب، الأسئلة هدول ولا كارت جوانا؟ يلا جوانا. شو هو؟ لا ممكن المطلوب ديو غنائي بين فيرا وملحم صداقة وبتحبي صوته وانت اخذ شاعر وشاعرة غنوا غنية مريم لا لا اي اخر شيء انا بصدى هيدا الصوت ما بيصير لا, لا, لا بس ما بعدين انا لا, لا ادعي قدره ولا باي شكل يعني هلا مريم عم تحضر اذا بتعرفني بدي غني بتجن لاني ما بعرف غني ما بعرف دندني هلا دندني لك منغني منغني بلغي كل مواعيدي ايه مهضومه برا برا وقت اللي انت بتريدي بتريدي برا برا على غيري لولا سلم وقالوا لي انك سلم على غيري لولا سلم قالوا لي انك سلم حياتك بنكر ايدي بنكر حياتك لا يا مريم تمام ميرسي جوانا ميرسي وسهلا فيك بحديث البلد يعني كنت تفركشتي بعتقد طرقنك عين قد ما اللوك حلو الليله ثانك يو كلك ذوق هدول بنتي نقتهم صغيره ايفانا بقول لها ميرسي ايفانا برافو عليكي عن جد كثير كثير حلو الفستان ثانك يو بقول لها ميرسي على الزقفه انا نقص لانه زقفوا لي انا عم بزقفوا لك والفانز من امبارح مولعينا وبدنا اور ليدي وبدنا كارلا لانه منى هيبه الام تي في لا حياتي وجودك اهلا وسهلا منيحة منيحة هيبة الام تي في كمان هيبة الام تي في منيحة كيف جمعتيهم الهيبة والام تي في كمان كنت مستمتعة كثير بالحديث تبع ست فيرا رائعة وشهدتنا ببعض مجروحة كارلا ثانك يو ثانك يو لا ولو هيدا الحقيقة ومع استاذ ملحم كنا هيك مطروبين تسلم على طول بيغني لنا بعد شوي اكيد اكيد هلا بين اثنيناتكم ما في مهرب كارلا بطرس انت فنانه لبنانيه متعدده المواهب لمع نجمك كممثله من حوالي 20 سنه بالاضافه لكونك رسامه توب موديل سابقه ومغنيه وانت معنا الليله لنحكي عن مشاركتك بمسلسل الهيبه اللي حقق اعلى نسب مشاهده خلال عرضه بشهر رمضان الماضي على شاشه الام تي في وعم مشاريعك القادمه. كارلا بتقولي انه خلال الموسم الدرامي الرمضاني انعرض عليك 8 ادوار نقيت 2 منهم هي دور الدكتورة غادة خوري حكيمة ستان بالهيبة اللي بتكون صاحبته لتيم حسن أو جبل وهي امرأة عذبها الحب وخيب لها أملها كارلا بعد ما سبق وبرزتي بأدوار جريئة ومركبة مثل بأجيال ومدام كارمن عبر الام تي في كمان عبر الام تي في كمان دايما شو اللي جذبك لهالدور الهادي
إذا صح التعبير. هو أنا تفاجأت فيه كمان. أول ما عرض علي أستاذ هوزان عكو بقول له بونسوار وبرافو لنجاح الهيبة وللمخرج أستاذ برقاوي والصباح أكيد. تفاجأت قلت له أنه أنا معودة على الأدوار القوية والقاسية والمركبة، يمكن تكون بحاجة لممثلة أهدى من هيك مشان هيدا النص. قال لي لا، ما أنا بدي نشوف فيك هيدا الوجه الهادي الهيك الكتير إذا بدك عنده خبرة وعنده نضج. فبقول لهم thank you، وكتير كانت حلوة الأدفانتشر أكيد معي. ولا وعطيتيه حقه للدور يعني بشكل كامل، وكان هن عرفنا أنه ما بدهم دور مرة مرتبة يعني مرة ليدي، لأنه جبل ما بيظهر مع ستات كيف ما كان. صح، وهي هو هي بالنسبة له يعني مثل إذا بدك حبة الأعصاب يعني اللي بيروق. هي بتمثل كل شيء له وغير عن المجتمع اللي هو فيه، يعني ما في سلاح، ما في بادي جاردية، ما في هالتوتر، هي الراحة. فهون ملجأه، كانت ملجأه، كانت راقية كتير العلاقة بيناتهم، وحتى التركة كانت راقية، يعني ما كان في مشاك. هيدا وهيدي لقلك منشان دورك بالهيبة ومشانك انت كار. سيدتي الجميلة ممكن تسمحي لي، أنا دبت التسبيلة ونهاري بقى ليلة. سيدتي الجميلة ممكن تسمحي لي، أنا دبت التسبيلة. تبعته لجبيل؟ لا والله ما قدرت احضر، ما قدرت احضره ولا جبل راح عليه. والله ما عن جد عن جد لازم ترجع رح ارجع احضره على اليوتيوب ان شاء الله، لانه ما عن جد كنا برات لبنان وكنا بسفر وعيد قلت لك وعيد ما قدرت. بس سمعت اصداء عن بس ما شاء الله اكيد اكيد الحمد لله. شيء شيء شخصيه بعيد عامل طوشي يعني شخصيه ابضاي البقاعي، هلا باطار معين اكيد طبعا. ما بيشمل كل اهالي المنطقه، بس شخصيه فيها كثير من نحن اصلا من يحمسنا على قواس وعلى ناسنا اساسا قواس تايم حسن غير شيء تايم حبيبي. انا بوجه له تحيه، وانا الدكتوره كارثه بوجه تحيه لتايم لانه رائع تايم عظيم يعني من تمثيل لاخلاق لفظيع يعني. فيها صداع فيها معرفه بينات تايم ابدا ولا مره شفته بي يعني ولا مره التقينا بس بالاصداء بس في معزي هيك خارجيه من عند رب العالمين. لكن تحيه لتايم حسن من ملحم زين. كارلا بعد مسيرة طويلة بمجال التمثيل اتجهت مؤخرا لمجال تنفيذ الإنتاج، وكان أول عمل لك بهالإطار بفيلم زفافيان. اليوم بتخافي تعتمدي على التمثيل لحاله كمهنة وكمدخول؟ هو لازم كل حدا ممثل أو فنان أنا برأيي يكون عنده عمل آخر يعمله. يعني الحياة لقدام ما حدا بيعرف شو بيصير. مزبوط استاذ 100%. يعني حتى الواحد بيطور حاله خصوصا يعني نحن الفنانين مش مأمنين يعني ما عنا مهنة في فرنسا هون 100%. في ناس من الفنانين اتجهوا للمطاعم، في ممثلات او فنانات بيتجهوا بوتيك، او يعني لازم يكون في عامل يعني عامل بزنس ثاني. لازم انت ضليتك بس بالمجال هذا اللي حبيت شوف اذا بدك ناحية البزنس المشهد من نظر كاميرا انجل من برا، وهذا الشيء كثير من غير زاويه. بشكر كل حدا حضر زفافيون وهنينا عليه، لانه فعلا كان ا فيري بيج سكسس حقيقه. يعني انا ما قدرت احضره، شوي عرفت عنه لانه استضفنا الابطال يعني أكيد بس أكيد. الاصداء كثير رائعه الحمد لله. بدي هني كل الممثلين وكل فريق العمل، وبتمنى انه تتكرر هالخبره هاي، خاصه مع برودكت مرتب وحلو ونظيف ولكل العائله مثل زفافيان. اكيد يعني بلشتي بمحل كثير حلو الحمد لله. اكيد بالعراب استاذ شكري انيس فخوري الكاتب والمخرجه كارولين ميلان، طبعا نحن كلنا فريق كبير من المنتجين، مش حتى يطلع عمل ناجح بالنهايه. اكيد ماربل انترتينمنت كمان، فبهنيهم بقول لهم مبروك وان شاء الله العمل الثاني لقدام. ان شاء الله كل ايامكم افراح وزفافيان.
ان شاء الله كل ايامكم افراح وزفاف. كارلا، صرحت انه الدراما المشتركه عرفت المشاهد العربي على الممثل اللبناني بالوقت اللي بعض المنتجين اعتبروا انها بطريقه للانقراض لانه الجمهور ما بقى عم بيصدقها. هلا هي فيها هيك وفيها هيك. هلا بطريقه للانقراض ما بعتقد هذا الشيء مزبوط، لانه بالعكس عم تتطور اكثر والناس بنعرف من نسبه المشاهده قديش عم بيحبوها. بس الاهم انه تكون الخلطه فيها نضج وفيها وعي وفيها منطق. حقيقه فيها منطق مش مجرد خلطه. بده يكون الكاتب ذكي محترف اكثر والكاست يقنعك اكثر. يعني مثلا بالهيبه كانوا انه هن من البقاع امهم سوريه مجاورين بالجوار بالهيك، يعني لانه الواقع الجغرافي منطقي صح منطق يعني بالواقع الجغرافي بواقع المصاهره صح. كمان مع اليوم نحن من لبنان وسوريا ما في كثير مصاهره يعني صح. انا بنت خالتي مزوجه سوري وكانت عايشه على باب توما، يعني انا بعتبرها لبنانيه سوريه على الباب على الباب ايه هلا اوقات بتفوت لجوا ما هو مثل توما من احلى المناطق عايشة على باب توما توما ابدا من احلى المناطق بالشام العقيقه من ارقى المناطق حقيقة. في مسلسلات ما بتفهمي مثلا انه مثلا الخي مثلا سوري والاخت مصريه ما بيعللوا لي انه شو الفكره الحقيقه اتزوج وحده بس انه كمان ما تزيدها ما بيقعد يفهم الواحد لازم مثل سوري بس بي ما في مثله عم بيعملوا شويه سكتشات اوقات كثير بتضحك انه بيبقى بعيد من هون عزا خي من الاخوه بتفوت وحده اخوي مات ما بعرف شو بتجي الثانيه خي ليش راح بيجي الثالث اخويا حصل ايه عرفتي انه الدراما انه بيجي الرابع باللهجه سورية انه بكون عنده ست سبع اخوه صح بكل واحد في شغله فينا نقولها كمان انه اليوم البلاد العربيه هي واحد صارت صح ما عليه يعني يمكن الحرب هي شيء ما منيح بس انه اليوم قديش في عندنا ناس برا قديش في من سوريا صاروا بدبي وصاروا بمصر وصاروا صح. بالمانيا بكره حيطلع لنا اخوات المان وطليان وبرشلونه وهيك ما بنعرف شو بصير بالدراما اللي جاي المختلطه هلا بالمانيا كثير وانا هون بدي اقول انه انا من الستات اللي عن جد انا قليل يعني لا حتى انغرم بحدا هي انجيلا ميركل على الطريقه الانسانيه اللي عم تتعامل فيها مع النازحين برغم المعارضه القويه عندها بالمانيا بقى عم بتقولي انت قلت شيء كثير مهم انه اوقات في شيء بيكون دار بس ما في شيء توتالي دار بيطلع منه شيء منيح صح يعني طيب. هالحروب فرزت هالاجتماع اللي اجتمعوا يمكن بالرمضان الجاي مثلا يجي الممثل اللي اخلي بدك انا سوري انت من وين مثلا بحبني ما بعرف فحلو طيب شو اذا هالخلطه العربيه يعني بقطاع الدراما اذا بدنا نقول شو عطيته شو عطيت الدراما اللبنانيه وشو اخذت منها او الممثل اللبناني وشو اخذت منها نحن بناخذ من بعضنا يعني مثل لما مثلا شو بعرفني بيجي كل عمره موجوده ايام دوريد لحام الحقيقة كل عمره موجوده بهوليوود بيجيبوا مثلا ما بعرف انا يعني بتلاقي بيختلطوا مع بعض الخلطه موجوده هيدا الشيء كثير منيح انا برايي يعني ساعدتي شخصي شو عطيتك اول شيء عندك انتشار اكثر عربي ما في شك بهذا الموضوع ثاني شيء في عندنا مدارس مختلفه في عنا تعاطي مختلف صح. في عنا طريقة شغل يعني هذا الشيء أنا بشوفه كتير حلو هذا بيعطي غنى يعني أكيد وخبرة. بشوفه كتير لذيذ كتير حلو كتير بوزيتيف لقدام اليوم بتعتقدي أنه هالأعمال رح تضل مكفية أو رح نرجع نشوف أعمال عم ترجع أكتر يعني لازم نشوف هيك وهيك لازم نشوف هيك وهيك ونحن معلي لحتى ارجع لموضوع الدراما المشتركه يعني لما بفتكر انا روبي عمل كثير ضجه لما كان اول مسلسل صح. مختلط اذا فينا صح. نقول اخذ ضجه كبيره بعدين ست مدام يسرى عملنا نكذب لو قلنا ما منحبش كمان رجعنا عملنا الاخوه يعني هاي الاشياء كلها عم تغنينا عم تحكي عن تجارب ناجحه جدا الحمد لله وبنعمل هيك شيء وهيك شيء ما في مشكلة أبداً أكيد نحن لبنانيين بالآخر ومنشوف حالنا بكتابنا ومخرجينا وممثلينا فما بينقص أبداً إنه نحن نطلع لل أكيد يعني فان عرب مثل ما عم تقولي كارلا اليوم أنت بصدد قراءة أدوار معروضة عليك وبانتظار إنه نشوفك بأعمال جديدة وناجحة يمكن تكون الهيبة تو من بينها ما
هيك بعد ما حدا بيعرف بعد هني عم بيحطوا للحقيقه خطوط عريضه يعني بعدها كثير بكير الحكي عن هذا الموضوع بس اكيد بنتمنى ان شاء الله يرجعوا يجعوا سنينه مره ثانيه يرجعوا يجي يظبطوا او جبل صغير كمان جبل صغير؟ ايه انت راح لعندي في عادل الصغير في عادل الا ما يصوتوا يعني الا ما يصوتوا اسنانه بدنا نتمنى لك التوفيق بكل مشاريعك بس Thank بعد ما خلصنا نحن وياك لانه مثل ما عملنا قبل هيقول لك سلسله اسئله okay. سريعه سالناها على فيرا عن الاصعب كارا بطرس وانترفيو خايفه خايفة وغمقنا لها الضوء هورر موفيز هورر كارلا خايفة من المستقبل؟ لا الحمد لله خايفة على البلد؟ لا خايفة من المنافسة؟ حلوة المنافسة ما يعني بالعكس منها. بحبها صح. بالعكس بتحفزني لأشتغل أحسن خايفة من الشيخوخة؟ شوي يمكن يعني قبل كنت أقول لا من سنتين ثلاثة كنت أقول لا ما بخاف منها بس يمكن إذا بقرب أكتر بخاف أكتر بس الحمد لله هي المحبة يعني المحبة الجوانية أهم من الشكل بعدين اليوم الشكل ما بقى على كثير عنا عتلانين هون ايه ابرتين من هون يعني في انترتيان يعني مع شويه مينتننس كله بيزبط انه نشيخ بطريقه حلوه بين محبيننا واولادنا وعيالنا وببلدنا هي اهم شيء اهم شيء خايفه من الموت؟ لابد منه يعني بس ما يكون بكير كثير قد ايش ساعة معي؟ بعد يعني عمر طويل انت في 3 ملايين ساعة خايفه من التكرار؟ ايه ما كثير بحب كرر حالي اول شيء ما بحب كرر اغلاطي بضلني اقول لهم لاولادي تعلموا انه مثلا انا هون غلطت ما تعملوا مثلي او اذا شفتوني عم بغلط ما بتعلموا اقولك ولا ما بتعلم واحد الا من كيف ماضينا عم بيتعلم يعني نحن بنحاول بتوجهي قد ما في بوجهه وبحاول انه ما كثير بحب كرر حالي بالدراما مشان هيك بقول لهم بليز اكتبوا اشياء مختلفه يعني تشوفيني هون شيء هونيك شيء مشان هيك عم تاخذي وقتك اصلا لتنقي وعم ايه حلو الواحد يكون انتقائي شوية كمان مش صح على شو أكتر شيء بتخاف على أولادك من شو أنا يعني بلبنان نحن عايشين اللي قالت مش خايفة على البلد أنا شوي خايف على البلد لأنه يعني لهلا بعدك عم تحكي أنت عن موضوع السوري واللبناني وكأنه في نقل تجربة يعني بمصر اشتغلوا مسلم مسيحي هون عم يشتغلوا سوري لبناني بكل بلد عم يجربوا ينقلوا شوف وين نقطة الضعف بالضبط بدها وعي بدها بس نحن عشناهم كلهم هون تمرنا على الانكزايتي هاي اللي صحيح عايشة. بس اذا ولعت بالطريقه اللي عم يشتغلوا فيها لن تبقي ولن تذر شيء ان شاء الله لا يعني ما بحس روح على محل ان شاء الله لا عندي تفاؤل ان شاء الله لا انا كمان انا اكثر من هيك انا ايجابي بالحياه بس ان شاء الله لا غير من عندنا رايين بدنا حب اولادي يعيشوا حياه حلوه انا بدي احاول اعمل صيغه مشتركه لانه الخوف مش على طول سلبي الخوف ايجابي الخوف ضروره يعني. لازم نخاف لنرتب بس اذا خايفين على البلد ما نحن خايفين ليصير عندنا بلد لانه من الاساس مأزومين ما عندنا بلد بس اليوم خايفين انه هيدي الازمه تودي لمحل ثاني اخطر ليكي لما يوحنا بولس الثاني قال لبنان اكثر من وطن هو صح. رساله خلينا نؤمن بهالرساله ونكفي ان شاء الله من هيك محمي خايفه من داعش انا هلا بخاف من فكرهم بخاف من الاجرام اللي عم يعملوه نتمنى انه هيك بسحر ساحر يضمحل هيدا الشيء بحب احلم انا هي قاعد تاخذ قرار دولي يعني مثل ما عم نشوف ان شاء الله نصدق لكل زمن داعش هو بمسميات يا لطيف اكيد بس يمكن لانه نحن هلا بزمن السوشيال ميديا عم نتابع وعم نشوف عم نشوف اكثر بس كل ما بنقرا الامر موجود دائما بيزيد اكثر من هيك بكثير ولو داعش فكر يعني اكثر ما هو مجرد تنظيم هو الفطر فيه الفكر طبعا بالحرب العالميه الثانيه والحرب العالميه الاولى صار ابشع بكثير بس داعش تقصدوا انه يعملوا حمله اعلاميه مرعبه طبعا يعني هن استفادوا من السوشيال ميديا يعني لما بيحطوا لك شخص بيحرقوه او شيء وبيصوروه يعني كانوا متقصدين انه يعملوا نجحوا ترهيب نجحوا بالدعايه لسبب بتشوفي صار العنف لما بنحكي عن السلاح المتفلت او رصاص الطائش لانه العنف صاير موضه
تعممت كموضة. ولما منقول داعش بيتماهى مع الصهيونية بيفتكروا عم نحكي سياسي، لا، والدليل نجاحهم بالدعاية، وكل عمر الدعاية اليهودية هي الأنجح. صح صح، دايما فتشوا بتلاقوا تماماً ورا الستار. أكيد. يعني نحن مش مع بدنا ما بدنا مشاكل أو صوت لا على البيت. نحن بتصدق هلا امبارح لما كانوا عم بيحكوا، لا هذه النكته اللي صغرت، بعرف بعرف، بس المهم من قوس بشكل واضح. لما بتقول قوس واطلع على البيت، ما تقوس بالظهر وتتخبى، هذا الفرق. واليوم لما عم بيصير الرصاص بكل لبنان، قضاءنا عم بيعطي صوره حضاريه، القضاء الواحد اللي ما عم بيصير فيه ولا رصاصه. اكيد. تحيه لأهل الشمال. كارلا، من شو خايفه اكثر شيء؟ يعني بخاف من الحرب وبخاف من المرض. اي مزبوط. وعولادي اكثر شيء. ان شاء الله على طول اشياء تكون مثل ما بدك ولصالحك وصحه على طول كارلا. خايفه من كات جوانا؟ لا لا، مهضومه جوانا، شو بها؟ مهضومه كثير جوانا. جوانا جوانا يلا. ولاد قلنا روز او اورانج اليوم جوانا؟ روز. هاي كيفك؟ اوكي، شو مكتوب على كارت؟ بتجاوب او بتنفذ؟ ايه، شو قلنا هالقنينة؟ شو قنينة؟ فيريتي؟ ايه مهضوم. يلا. اللي بتوصل لعنده القنينة بده يسألها سؤال يكون شوي محرج لكارلا. بركي بس يطلع عندي كمان. لا الأقرب يعني. بس يطلع عندي. بسأل حالي. ملحم. ملحم. بدك تسألها أول شيء. جلت عليك رجعت. عجبته القنينة من الأول لملحمة، عرفت إيش لعنده. بدك تسألها أول شيء، تعطيها اختيار إذا بتجاوب أو بتنفذ. إذا بتجاوب تسألها سؤال محرج، إذا بتنفذ بتطلب منها طلب صعب. طيب بتجاوبي أو بتنفذي؟ حيا الله. لا الاثنين، بجاوب وبنفذ. أنت بدك تقول هيك؟ أقوى من مين؟ بتجاوبي؟ بجاوب وبنفذ. طيب أنا سؤال محرج. مين الممثلة رقم واحد بلبنان؟ ممثلة رقم واحد. أول شيء حتفوتني بالحيط بهذا الجواب. يا عم هيدي يعني هيك بدي أسأل السؤال على فكرة. واو. يعني أنا ما كان خطر لي يعني هيك. يعني بدها تجاوب وتفوت بالحيط. بتكون جاوبت ونفذت. الله يستر. شو اليوم بتنفذي يعني شو؟ لا لا قول قول ليك اليوم. شوف 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 إعلامي محنك، بده اسم ما في. سياسي كمان. إيه. لا هلا اليوم نحن ما عليه، ما حدا يزعل، كلكم حلوين وكلكم شاطرين، وهن بيعرفوا انه انا صاحبه مع كل العالم. انت كل انت محبوبه لا كل فعلا الكارل. بس اليوم انا برايي بهيدا رمضان كانت افضل ممثله نادين نسيم بنجان. تحيه لها. ما في شفت جريئه جاوبت. انا بحكي الحق يعني، انا هيك شفت، هذا رايي بالاخر. بليز دونت تيك ات بيرسونال اني بدي. يلا سؤال ثاني. كارلا، ملحم، فيرا، يمين، أول حلقة ذكرنا أنه معنا تلاميذ الليلة من مدرسة الليسي ناسيونال، وقلي أربعة منا تصدروا المراتب الأولى بشهاداتهم الرسمية بين بروفي. عن جد ألف مبروك. رح نتعرف ليلة على ثلاثة منهم لأنه في صبية ما قدرت. هني الأمل، هودي الأمل اللي نحن فعلا صح. أمل مش أمل أمل البلد يعني. أمل أمل البلد. أمل المستقبل. هود الشباب هن الأمل المستقبل. أمل المستقبل. على كلنا متكلمين عليهم كمرة يعني. أمل المستقبل. جمع هيدي الحقيقة اللي عم بتقولها ملحم. رح نبلش معكم، وأول مبروك لنورهان عبد الصمد. وين نورهان؟ مساء الخير نورهان.
انت الاولى على لبنان بمعدل 19.5 بالاس جي او العلوم العامه، يعني سيانس جنرال. برافو عن جد، بدك برافو كبيره. شو ناوي تتخصصي اول شيء؟ كنت عارفه حالك انه هالقد مسكت 19.5؟ 19.5 ايه، كنت متوقعة انه اجيب من المراتب الاولى بس. طيب خلي شيء لهالمعطرين. خليت من 0.5. بس الحمد لله يعني طلعت المرتبة الأولى. تفاجأتي بس عرفتي؟ ايه تفاجأت بالبيت كثير. برافو. كثير كنا مبسوطين انه بالنهاية ثمرت جهد سنين طويلة مش بس هاي السنة. أكيد. برافو. شو ناوية؟ نورهان شو ناوية تتخصصي بالجامعة؟ هندسة اتصالات وكمبيوتر. يعني خلونا يحضروا حالهم بهيدي الكلية لتلميذة كثير قبضاية جاية السنة. ألف ألف مبروك لإلي. التلميذ الثاني اللي معنا الليلة هو قاسم سبيتي. قاسم أنت الأول على لبنان بمعدل 18.5 بعلوم الحياة أو سيانس دو لافي اس في. سمعنا، يعطيك ألف عافية. شو ناوي تنقي اختصاص؟ طبعاً أنا ناوي أتخصص بمهنة الطب. طب يعني عندنا حكيم هلا قريباً جاي وحكيم متفوق. ألف مبروك. الله يبارك فيك. وبدنا نبارك لك لألك ولأهلك بهالتفوق. لين العريضي. بونسوار لين. بونسوار. أهلا وسهلا فيكي. أنت الأولى على لبنان بشهادة البروفيزا خطورة لين. بمعدل 19.5 كمان. كنت حاسة إنك رح تطلع الأولى بلبنان؟ أنا كنت متوقعة أطلع مرتبة بس مش الأولى. يعني كيف عرفت الخبر؟ وين سمعتي؟ ما في كلمات بتوصف فرحة النجاح، خصوصي بعد إنه بعد تعب طويل وسنين طويلة. فهي فرحة كتير حلوة، مش بس فرحتي، فرحة الأهل والضيعة ولبنان كله كمان. أكيد. ألف ألف مبروك لألك وللأهل ولبيسور كمان. بدنا نقول مبروك غيابي كمان لزميلتكم. على فكرة كمان المدرسة كلكم نجحتوا، يعني 100% نسبة النجاح، فمبروك للجميع. وبدنا نقول مبروك غيابي لأوليانا عرفات الأولى على لبنان بمعدل 18 عن علوم الاقتصاد اس او. والمبروك الأكبر بيبقى للمدرسة. ألف مبروك وأهلا وسهلا فيكم متابعين السهرة سوا. وهلأ حديث البلد. لا هلأ بريك، بعتذر منكم وراجعين. فيك بحديث البلد. محمد حربي كنا عم نحكي هلا بالبريك انه قلت لهم انتظروا ضيف عنا كثير موهوب وكثير مهضوم الشغل اللي بيعمله وحلو. انت صاحب مطبعه، شاعر وخطاط لبناني من مواليد 1970 الثرفند. تخصصت وانشهرت بالتخطيط على وسائل التنقل وتحديدا الكاميونات والشاحنات. يما اهضم هالشغله. وانت ضيفنا الليله لنكشف سر حكمه شوفير كاميون مثل ما بيلفظوها الشوفيريه، هالعباره الفكاهيه اللي بتلفت نظرنا ونحن ماشيين بشوارع لبنان. محمد حربي، ظهرت موهبتك بالتخطيط بعمر المراهقة وكانت كل رسائل الحب والغرام اللي تروح وتجي بالمدرسة بخطك. أكيد. بيك كان شوفير كاميون وبيوم من الأيام زينت له شحنته بكلمات مهضومة. من وقتها بلشوا غير شوفيرية يطلبوا منك تكتب لهم نفس اللي على كاميوناتهم، وهيك صرت شيخ الكار. حلو. بلشت بكلمات لرد العين والحسد.
هيك كتبت له للوالد، شو اول شيء كتبت له للوالد؟ يحز العين محروسي مثلا. محروسي. واليوم وبعد 20 سنه امتهان صار برصيدك الاف العبارات والجمل والحكم اللي بتحطها على هالكميونات. بحسب خبرتك شو الهدف من كتابه جمل طريفه على خلفيه الكميون؟ يعني مساء الخير اول شيء لك ولضيوفي. اهلا وسهلا. وبتشكرك على المقدمه الحلوه. الكميون لوحه لوحه متنقله بكل لبنان تقريبا. صح. من لبقاع على لبنان بنصير نقريها. هي اكثر شيء 100% كمشتيها. هيدا اللي قالوا بالاعداد. هي بتسلي كل الناس بالعجقه، بتعرفي العجقات والشوب بهالايام. كل الناس بتقعد تتسلى بتقرا شو مكتوب على الكميونات. صح. يا رب احميها واحمي من فيها مثلا، سير حول رب رعيها. لا تلحقني يا دادا انا اسمي ميادة. هيدا من كتابتك؟ كل العيون فيها والرب حاميها مثلا. لا تسرع يا بابا. لا تسرع يا بابا. ماما بتفقد عمو شفيق. مش عمو ميشالي. هو اللي عمل لا تسرع يا بابا، الماما بتاخذ غيرك. تتجوز غيرك. مش نحن بانتظارك، ماما بتتزوج غيرك. قلبت ال ايوه احسنت. بعدين كمان الكاميو بس يخلع بوجهك بعشقة سير بسكر المشهد. بتصوري بس بدك تقري. بتصفي بتقرا عليه حتى عملنا انترتينمنت. هدول من اشغالك عم نشوفهم، يخزي العين ومحروسه. انت عم تعمل الرسمات كمان, عليها يعني كل ال والعيون عيون زرق هلا صيبه العين ما هيك. بس كثير مهضومه والارزه وشو كمان مكتوب فوق؟ من دعاء ابي، من دعاء امي رزقني ربي. رزقني ربي. ميلي عميالك ابو خريباني. خريباني هذا على شوفلور ابو خريباني. ايوه. وفوق شو مكتوب؟ بامانه موسى بن جعفر. الله يبارك. ومحروسه بعد في صور ثاني وام بي 3 في بعد في. لا تلحقني مخطوبه انت كمان. عضه اسد ولا حسد. عضه اسد ولا نظره حسد. هي للحسد. عضت أسد ولا نظرة حسد. تروح وترجع بالسلامة. بياخذوا وقت كثير هيدا الشيء. يعني بده شوية وقت تنشفوا وترجع تطلعون ثاني. بدها تعرف كارلا لأنه عندها هلا أربع كمبيوتر عم تشغل. بتقول بلشت تشتغل تشتغل تنفيذ إعداد. زيني علي. بلشت تشتغل تنفيذ إنتاج. وبتنفيذ الإنتاج في نقل أغراض كثير يعني مستلزمات. كم كميون فبدنا نجيب لها شاحنة هلا جديدة كميون. أنت جيبي الشاحنة وأنا بزينها. أكيد بس قد إيه بدها وقت لأنه مش قادرة تستغني عنها. لا حبيت الفكرة إنه بدي عم بسأله الوين يعني تنطر لون لينشف ترجع بتفوت. لا ما نحن بنكتب الكلمة وبنكتب تحت منها بعدين بنصير نلون الزول تبع بويا. عادي هيدا بويا. بويا شو اسمه؟ هيدا عيون السود. الرحمة. هي العيون السود سنتتك. من اشهر سوري عم بسأل سؤالات. لا لي سألي سألي. قد ايه بياخذ معك وقت مثلا كم يوم؟ بده نص نهار تقريبا. نص نهار بيكون خالص كارلا. ما رح تتعطل كثير يعني بتعطيني ثلاث كميونات بالنهار؟ لا لك الحسابات يعني اذا 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 اربع كميون كم يوم بياخذوا معك؟ كميون اربع كميون كميون. حلو مشان بنحطهم بكميون واحد. كميون بياخذوا معك. من اشهر العبارات استاذ محمد اللي بتعد ملكيتها الفكريه لك، كل العيون فيها والرب حاميها، لا تسرع يا بابا، الماما بتتجوز غيرك، لا تلحقني مخطوبه، اذا كان قلبك هي حبيتها، اذا كان قلبك صخره انا قلبي جرافه. منيحه. لا من شاعر كمان. يعني الجرافه بتحمل تحمل الحجر. تحمل الصخره. قد ما كانت صخره. من وين بتستوحي هالعبارات والتعابير؟ هلا بيخطر على بالنا نحن اشياء كثيره اوقات، وفي ناس بتكون معها شي جمله او بنعدل عليها او مغروم. هيدا عم شوف شي كثير مهضوم هلا. ما تزعل على حدا حبيته اعتبره نفس ارجيلي وكبيته. هيدا كان مغروم وتركته صاحبته. اعتبره نفس ارجيلي وكبيته. والعقرب ليه؟ هيدي الجديده هلا لها اربع دولي من قدام بيقولوا لها عقرب. هي الشاحنه. حد العقرب لا تقرب وحد الحي فروشونيل كمان هيدي عكاتبها على شي كمان كاتبينها. مثل قديم هيدي. مزبوط انه حتى بتستوحي من كلمات اغاني اوقات؟ مثل ما عاد بدي اياك مثلا. يا خينا من الحنجة. قلت لنا ما عاد بدي اياك، قلت لنا انه كاتب شو هالحلا كمان شو هالحلا وبتمون على قلبي. خلي لي قلبك شو مهضوم. وبتمون على قلبي. محمد الحربي عندك اربع اولاد، بنتين وصبيان، واليوم بتتاسف انه ما حدا منهم اخذ عنك هالحرفه.
هلا هو هذا الزمن زمن سرعه، زمن تطور صار، يعني هالحرفه عم تنقرض تقريبا شوي شوي. اذا بتلاحظي نحن نميناها بالكاميونات، بس غير كاميونات ما عاد لها شغل تقريبا. يعني نحن ماشيين مع المواكب مع التطور ومع الجيل القديم يعني. بس اليوم كلهم عم بيروحوا على، قلت لنا على التخطيط الالكتروني، مظبوط. على الكمبيوتر، على الكمبيوتر والتخطيط الالكتروني يعني. صار لازم نشتري وسائل. طيب اذا انت اعتبرنا عندك شاحنه اوكي وبدك اياه يكتب لك جمله عليها، شو بتطلب من محمد؟ جمال غني بحكي، جمال الكون مرسوم بعيونك والدنيا كلها ما بتسوى من دونك. حلو. هيدا اقتراح طرح عليك، بس انت شو كنت نقيت؟ انا والله بحب اذا شيء ليحمل الكميون او سيري فعين الله ترعاك. حلوه فيرا يمين، حلوه فيرا يمين. شو كنت بتنقي؟ طالع دغري وموزون من غنية فيروز. منيحه. كارلا ما بعرف هلا يمكن نقي شيء بس ما يموت شو انا قاعد لانه هلا بدنا نسمع. هلا علقت حالك بدنا نسمع بعد او هيك سامع الشاحنه منيحه تنغير لهم الاجواء. لا ما حدا بده تبوسه شاحنه بسمة مش البوسه. لا ما حدا دخيلك كثير بس شوف شو بدك تعمل. على كل حال بالوقت اللي حرفه التخطيط عم تنقرض بمجتمعاتنا وعم بحل محلها التخطيط الالكتروني مثل ما قلنا، قررت الكاتبه هدى اساطلي مشكوره تأرشف موهبتك بالتخطيط والبعض من عباراتك كمان بكتابها لكاميون بان جو ليبوند اوجوردي اللي اطلقته سنه 2008 بالنسخه الفرنسية. واليوم في جيل جديد من الخطاطين رح يطلع على موهبتك من خلال هالكتاب، ونحن بنتأمل انه يبقى هالفن المهضوم وخفيف الظل وفيها الروح الحلوة مستمر على طرقاتنا. وهيدي الغنية لإلك ست فيرا ولإلك. شو كان هذا الكمين طالع دغري موزون وحتى عيونك يا حبيبي كان عندك غير يعني. كمان اذا شوفر الكاميون بده يسلطن احسن شيء يسمع فيروز. بجنن فيروز يعني وخلص الصبح اكثر شيء بصير الكاميون هي السلطانه في كل زمان ومكان. ابدا ابدا. تحياتنا الكبيره لها. وهلا حديث البلد مع رشا جرمقاني. واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. بعدنا عم نحكي عن وجه لبنان الحضاري وعن المهرجانات قبل شوي. رشا جرمقاني، انت رئيس جمعيه بيست بيروت ايفنتس اند ستريت شوز اللي اسستيها السنه مع مايا ابو صالح، وانت ضيفتنا الليله لنحكي عن هالمهرجان اللي راح نشوفه لاول مره ببيروت ووتر فرونت برعايه رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري من 24 اب حتى 3 ايلول. رشا، هالمهرجان موجه لجميع الفئات العمريه وبيتميز بعروض ونشاطات رياضيه ثقافيه وفنيه بالاضافه للعمل الاستعراضي الضخم مالتي ميديا شو اللي راح تستخدموا فيه احدث تكنولوجيا بصريه وسمعيه بال 3 دي مابينج. عم نحلمك لبنان او دريم لبنان اللي هو عنوان هالشو والمهرجان ككل. شو بتعطينا تفاصيل عن بيست؟ شكرا منى. اولا وي دريم لبنان او عم نحلمك لبنان هو اضخم عرض مالتي ميديا بيشهده لبنان للمره الاولى. هيدا العرض صراحه بيعني لنا كثير لانه فعليا بيجسد رؤيتنا وحلمنا للبنان. كرمال هيك كمان اردنا اسم العرض كمان يكون اسم المهرجان. العرض عبارة عن قصة عم نحكيها عن حلم كل لبناني وكيف بيحلم يشوف هيدا الوطن، لأنه نحن اليوم منآمن أنه كل شيء ببلش من حلم. صح. ومجرد ما حلمنا صح. منقدر أنه نسعى لنحقق هيدا الحلم.
هيدي القصة عم بتصير من عناصر بصرية وسمعية من الموسيقى 3D mapping. 3D mapping رح يصير على البنايات اللي على واشة بيروت. نحن عم نبني حيط نعم. عرضه 120 متر ب 17 متر، هيدا حيكون عليه 3D mapping projection تيكمل القصة مع الواتر وفاير شو، جايبين فاونتنز كمان من برا لأول مرة بلبنان مع واتر سكرين، هولي كلهم مع رقص مع موسيقى. وبحب هون أقول إنه في عنا فريق كبير من نخبة المبدعين اللبنانيين، من الشاعر نزار فرانسيس، وسام سميرة، سامي صعب، أمين سمائية، ناصر أسعد، إن شاء الله بكون نسيت حدا اللي هن رح يشتغلوا على هيدا العرض كله مظبوط تيقدروا يقدموا للعالم وللجمهور إذا بدك عرض عن جد فريد من نوعه وتجربة جديدة فيها كثير إبداع وجمالية. وجمالية يعني عم بتقولي كمان بالإضافة لل 3D mapping في فاونتنز ماي، في عروضات نارية ومائية يعني، وعم تقولي هالحيط هيوج يعني مثل ما عملت وصفي لنا. قبل ما نكفي مع بقية العروض خلينا نحن وضيوفنا ناخد فكرة أكتر عن بيست بهالبرومو، بس حتى نقدر نشوف البرومو بدك تطلعي بكاميرتك وبس تضوي أحمر بتعرف شو منقول بحديث البلد Player Basim. Player Basim. Beasts in partnership with the Municipality of Beirut presents the biggest multimedia show ever produced in Lebanon. Music, light, water, fire, dance, and 3D mapping projection. The story of the whole nation's dream. We Dream Lebanon. August 24th, 27th, 31st. Beirut Waterfront. Beasts in partnership with the Municipality of Beirut presents the We Dream Lebanon Village. Thrill, speed, Formula One and car stunt shows. Food and taste with Souk Alekin. Entertainment and fun for all the family with street shows and attractions. From August 24th till September 3rd, Beirut Waterfront. رشا الحلو بهالمهرجان انه رح يكون على شكل قرية كبيرة بتتضمن سوق للأكل. اسم هذا أحلى شيء. اسم للاطفال يعني فيهم من غير شر علي وفطومه وحسين بينزل كمان بيتفرجوا معرض ل 12 سياره فورمولا 1 بتحب السرعه ملحم 12 سياره من السوبر كارز يعني فورمولا 1 فورمولا 1 بيتخللوا مشاركه لسائق الفورمولا 1 العالمي اوليفر جيمس ويب عرض لفريق ماسترز اوف ديرت العالمي للدراجات الناريه بحضور نجم القياده الاستعراضيه للسيارات جراند تيري، بينما الحدث الفني الاهم هو اريبيان نايت رح يكون مع سوبر ستار راغب علامه والنجمه شيرين عبد الوهاب اللي خصوا المهرجان باطلاق اول ديو غنائي بيجمعهم سوا ليله 25 اب. رشا بتقولي انه بيست ما بيشبه اي مهرجان لبناني اخر، شو المميزات اللي بتفرقوا؟ احنا الديو تبعنا قبل انا وسوبر الليله قطعوه قبل سوري يعني هني اطلقوا نحن اطلقناه هون ب 20 تموز اوكي عم تقولي لي 25 اب يعني خلص لكن نحن بنيجي عندكم وانتم هلا رح نشهد على ديو بين كارلا وملحم هلا كمان رشا بتقول انه بيست ما بيشبه اي مهرجان ثاني، شو المميزات اللي بتفرقوا عن غيره من المهرجانات الدوليه اللي عم تحصل بلبنان كمان؟ أول شيء منى مثل ما حضرتك قلتي هو التنوع والعالمية يلي موجودين بهيدا المهرجان بيميزنا عن كل المهرجانات. هلأ أكيد كل شيء عم بصير من مهرجانات بلبنان نحن منفتخر فيهم ونحن منآمن أنه هولي an added value للبنان لأنه عم بيفرجوا لبنان بصورة حلوة صحيح. بس تنوع هيدا الإيفنت ولما نحن منحكي منى عن عن العالمية وعن التنوع بنحكي عن الثقافة عن الرياضة عن الفن عن الأكل عن الأطفال ما في شيء يعني شامل 100% فنحن صراحة عاملين فيليج
موجود كل شيء في لكل الفئات. إذا بدك سبورتس في الفورمولا 1 أول مرة بيجي هيك عدد من السيارات على لبنان. في عنا كمان فريق الماسترز أوف ديرت مثل ما حضرتك ذكرتي، المالتي ميديا، راغب وشيرين. بس كمان بحب أقول إنه نحنا هيدا المهرجان قد ما إنه ضخم كمان نحنا قدرنا نعطي فرص كبيرة عمل. المساحة كبيرة 120 ألف متر مربع. وهيدا المهرجان خلق فرص عمل كتيرة لللبنانيين، وهيدا المهرجان إنتاج لبناني 100%. هيدا الشيء نحن بنفتخر فيه. ما استعنتوا بخبرة من برا، كل الخبرة صراحة اللبنانية. بس بمنطقة واحدة هي تعيت الفاونتنز، لأنه في تكنيكس بدهم يجوا هولي كانوا من برا. بس كل شيء يعني القصة الشغل جوا عنا أكثر من 200 عامل لبناني عم يشتغل معنا. حتى هلأ كانوا عم يبعثوا لي فيديوز بعدهم لحد هلأ عم يشتغلوا بالأرض لنحضر لكم هيدا المهرجان. فهو أوريدي لأنه في موجود كل هول القصص في نحن بالنسبة لنا بتميزنا كثير عن الباقيين. وكمان حبينا وبعدين مش ضروري تنطري العرض، يعني هي قرية بتقدري. عرفت انه الدخول ب 10000 ليرة بتقدر بتفوتك على سوق الاكل، بتحضري الفورمولا 1، في باريدز عم بتصير الاولاد لعمر ال 10 سنين. فوتك على السوق بس ما بتطعمي ال 10000 طبعا لسوء الحظ يعني. بس شوفي معارض لو خلى معه ال 10000 مقبول يعني. لو خليت معك ال 10000 كنت حضرتي يعني ست ليرة نهارا نعمل بليار ونهارا بنتفرج ومنك خبي قرشك الابيض لمهرجانك ابيض ابيض طبعا. بدي اقول لك كمان انه الاطفال لعمر العشر سنين بفوتوا ببلاش. هيدا الشيء كمان ثلاثه ببلاش فاتوا ببلاش علقتكم صعبه اكدت انك جاي ان شاء الله. اكيد هولي كمان نحن كثير درسنا كل شيء البطاقات، حتى في بطاقات عاملينها للتينيجرز فروم 10 تو 50 دولار ليحضروا العروض الثانيه. فكل شيء كان مدروس بطريقه يكون مثل ستودنت ستاندرد يعني. لانه صراحه كمان لكم شغله انه نحن منآمن بلبنان ومنآمن ببيروت ومنآمن انه لبنان صار وقته يبدع، صار وقته يبين الطاقة البشرية القوية اللي عندنا، لأنه نحن كلبنانيين وين ما منكون مبدعين بكل المجالات. برافو. يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدنيا، بيروت يا بيروت دخلك لا تنحن. يا حبيبتنا بيروت يا بيروت. رشا في شيء بالنسبه للبروجرامات، في شيء بالنسبه للبروجرامات او للامسيه بتحبي تضيفيه؟ انا بظن قلت تقريبا كل شيء، بس بحب اول شيء اعمل شويه شكر. نعم. بدايه برئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري اللي عم بيكون اليوم مشجع دائما على هالاحتفالات، اللي هو صراحه من اول نهار امن بالرؤيه تاعتنا وامن انه بيروت بتستحق هيك مهرجان بهالضخامه. بنفس الوقت بحب اشكر اكيد كمان بلديه بيروت واعضاء المجلس البلدي فردا فردا كمان امنوا معنا بهيدا الحلم وعم يشاركونا اياه. غير هيك في القطاع الخاص من سبونسرز يلي موجودين معنا وعم بيدعمونا معنويا وماديا بهيدا المشروع تنقدر نقدم قد ما فينا اجمل مهرجان واضخم مهرجان بيشوفه بيروت. وعرفت انه في كروته معك اليوم. ايه في بعد في عندي شكر خاص سوري لوزير الداخليه نهاد المشنوق ووزير السياحة كمان أباديس دانيا كمان كان ضيفنا مزبوط. فبحب أشكرهم كمان لأنه الكل كان موجود معنا ووقف معنا من أول الطريق. غير هيك عرفت أنك استضفتي أربع طلاب ربحوا أخذوا المرتبة الأولى. أخذوا المرتبة الأولى مزبوط. فحابة أهدي كل واحد منهم 3 تيكتس ليجوا لعنا. يا حبايبي بس قلت تاخذوها لأوليانا لكن الثلاثة يعني. وينقوا هن الشو اللي بدهم إياه ويفوتوا. أي شو بتفضلوا؟ في المالتي ميديا، في الماسترز أوف ديرت، في الفورمولا 1، في كل شيء. الشاب أول شو بتنقي أي شو؟ فورمولا 1 صبايا
كلهم حلوين، كلهم حلوين الصبايا. يعني بدنا نتمنى لكم التوفيق من الدوره بالدوره الاولى من بيست، بدنا نتمنى لكم التوفيق بالدوره الاولى من بيست والاستمرار لسنين عديده، لانه هيك ايفنت بتنوعه وضخامته بكرس بيروت مناره بالشرق مثل ما كل عمرها كانت. مزبوط. شكرا كثير لوجودك، رح استبقيكي معنا. انه بتحب انت اذا عندك شاحنه تكتب عليها سيري في عين الله ترعاك. سيري في عين الله ترعاك. انا بدي اعرف لوين سائر حتى عين الله دائما ترعاك. ان شاء الله دائما ترعاك ونفترعانا يا رب. في دولة بعين اذا بدك رايح على تونس على طبرقه، مدينه اسمها طبرقه، لاسيغال الاوتيل. عندي حفله انا وميريام فارس وايمن زبيب. تحية لك ولا ميريام ولا أيمن. طبرقة من وين قريبة؟ من أي مدينة يعني منعرفها أكثر؟ والله ما بعرف. هي أول مرة بتروح على طبرقة؟ ما رحت لها أبدا، بس بيقولوا كتير حلوة هي تونس كلها حلوة. أكيد طبرقة برشا برشا حلوة. موجه تحية للشعب التونسي ولا من قطر عم بيشاهدونا، من كل الدول العربية، من السعودية، من الخليج، من العراق. تحية لكل العالم العربي. كله بيرجع تحية لكل بلش اللي اسمه ربيع بين مزدوجين من تونس، فهلا من تونس سوريا كمان عندنا متابعة. إن شاء الله العالم العربي كله بيرجع يغني يا رب. الكويت، يعني كل العالم العربي عم يشاهدنا الليلة. الإمارات ما بدنا ننسى حدا. الأردن كمان ندعي كمان يجوا يحضروا بيست الفستيفال. كارلا بس قبل ما يفل ملحم بدنا نطلب منه يهديك غنية هو من اختياره، وانت بتردي عليه انت بتغني اجنبي. ايه شو كان يقول لها تيم؟ لا لا تحكي لا تحكي لهم لا هي بس تقول له فاين. لا فاينان فاينانس. لا حافظه برافو مسلمونا. لا انا خلص ان الله راض هلا بالموسم رمضان الجاي انت وملحم ست فيرا حبيبي خلص بقى كانت تقول له فاين، فهو يقول لها انا راح اغني الغنيه وانا بدي اترككم يعني مع الاسف. يعني نحن انا بتفكرك بتفكر كل عندك سفر الليله. ايه عندي سفر. جود لك. هلا بعدنا عم نقول طبرقة وتونس وهي عندنا سفر يعني منشان هيك هو هلا اجى لما كان هلا طلعت انا موجود كان عم يشق على الكميون معك. ممنونك انا على البعد ممنونك مش كميونه. لا كميونه ما عايش انا يا حبيبي كميونه دونك. الله هجرك ما ضيعني انت اللي قلبك ضاع ندمان شو يعني مطرح ما كنت رجع اجرك ما ضيعني انت اللي قلبك ضاع ندمان شو يعني مطرح ما كنت رجع. الله 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 الله. كارلا رد عليه بالتلياني. شو بدي رد؟ بعطيني رد انا؟ بدك ترد. ما بعرف. هات لنقول شيء. قول يلا. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me. But I know I never will. Impossible to live with you, but I know I will never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. I love you, then I hate you. قلت لها ممنونك على البعد. شوفي اجت على النغمه قام قالت لك انه ما عم تقدر تعيش بلاك. يعني وين رايح بعدي؟ بس قلبها
بعده معك. انا بدي اقول بس شغل، بس كنا بسليبرتي دوات، الله لا يعلق حدا بلسان أسامة الرحباني بس بده ينتقد. فبس اجا ملحم كل شوي قال لي شو هيدا شو هيدا شو هيدا شو هالصوت. تحيه لكم اسامه. بقى كان يعني مش انه قال لي اجمل صوت نقلا عن أسامة الرحباني. شهاده كبيره بعتز فيها. شكرا كثير ملحم وموفق بكل حفلاتك. الله يا رب ترجع بالسلامه. الله يسلمك حبيبي. انا مرمتوني سيحه تجيب الاولاد لعندي ان شاء الله. ناطرينهم ببيس. شكرا كثير. انا بشكرك ان شاء الله دائما بالنجاح يا رب. يا عمي بس بلش بده يشكرني طلعت الموسيقى بس بده يقول لي شيء حلو. ان شاء الله بتضلي نجمه وبتضلي بهالنجاح وبهالبرنامج الحلو. ونحن انا تشرفت اليوم شيلي ميشيل يعني وميشيل على جنب. ميشيل حبيب القلب. ميشيل ثانك يو. ست فيرا حبيبي انبسطت كثير. كمان رشا ثانك يو. ست كارل للكل شكرا كثير لوجودك معنا جزيل. وموفق شكراً. بكل شيء ان شاء الله يا رب. ملحم شكرا كثير. حديث البلد مع برنادات حبيب وشرمل زيادة. شرمل زيادة واهلا وسهلا فيكم بحديث البلد. ختامة مسك برنادات حديب. انت ممثلة لبنانية معروفة من سنة 91، تميزتي باعمالك الراقية ادائك المتمكن وشغفك الكبير بالمسرح. شرمل زيادة رح نعرف عليك زيادة لانه انت اول مرة ضيفنا بحديث صحيح. البلد. برنادات كانت ضيفتنا قبل. انت ممثل لبناني مقدم برامج منتج وكاتب درامي. تخرجت من كلية الفنون بالجامعة اللبنانية من سنة 92 صحيح. وطلعت على مسرح مروان نجار وكميل سلامة من سنة 2000 لل 2003. قدمت برنامج يا عمري مع ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر على شاشة المستقبل. واليوم أنت وبرنادات عم بتخوضوا تجربة جديدة من نوعها لألكم، وهي تقديم البرنامج الإذاعي مش مثل ما انت عبر إذاعة لبنان كل خميس وجمعة من الساعة 8 للعشرة صباحا. اليوم كنتوا عندكم فايقة بكير يعني. بكرة عندكم فايقة بكير. معلش بس حديث البلد بيرجع بضخ النشاط. لا أكيد طبعا. إيه هلا رجعت الإنرجية لإلنا. ما هيك. بس تفوتي على الإضاءة وعلى الاستوديو وتشوفي ناس لازم تضوي. ضوي ميشيل لحاله. أكيد. ضوي لك العالي هلا. حبيبي. المهم ما يستعمل ميشيل صوته الثاني. هو عارف عن شو عم بحكي. يستعمل صوته الثاني. اي صوت. وقتها دقيت لك هيك اليوم عم بحكيك. شرشبيل؟ شو هو؟ يا محلى. دق لي شرشبيل قلت له هيك. الو. قال لي بونسوار. يا سمر كنت غريب غريب عليك. فكرت حالي عم تلفن للناس غلط قلت له سوري بتصور غلطان بالرقم صار يضحك ساعتها. معودين عليه. هيدي المقالب تبعوله ما في مشاكل. برنادات هيدي أول تجربة إذاعية لإلك، شو المهارات اللي اكتشفتي إنه الإذاعة بتستوجبها؟ ليك هلا لازم أقول شيء إنه أنا غير التنهدات. لا ما في تنهدات على الإذاعة أبدا. لأنه صايرة شوي ترند يعني. أنا صوتي عالي وقوي. هلا المنيح إنه صوتي مختلف يعني ما بيشبه أي صوت تاني. بس الشيء الصعوبة بس الصعوبة اللي لقيتها هو إنه أنا لازم أوطي طبقة يعني. أنا هلا عم بحكي هيك عادي وقتها بدي أقدم البروجرام. أصدقائنا المستمعين أهلا وسهلا فيكم على إذاعة لبنان بشر بتصير مزيعة حتى ما يطلع الصوت أجوي حتى يطلع فيه حتى يعني شوي هيك يكون شوي ناعم ودافي. فهيدي شغلة صعبة يعني بعدني شوي شوي أوقات بتفلت مني برجع بضبضبة بس إنه لذيذة يعني.
وطبعاً العلاقة يعني هيدا شيء كتير هين لقليك انك تلعبي دور ليكي بتفكري صوتك بتفكري انه هين بس الاذاعه مثل المسرح خاصه انه البروجرام لايف عم يطلع على الهواء سو دائما في عندك هيدا التراك وستريس انه العالم عم تسمعك هلا ما بدك تخلبطي ما بدك تقولي شيء ما لازم ينقال اوقات هيك كلمه بتفلت منك بعدين بتصير قول كيف طلعت برجع هيك واوقات اذا بتحمسي كمان لما بتحمس وبدنا بدك تركي لها الميكرو وخلص لكن مين عم يحكي دبكت هلا دبكت لا نحن هيك على لانه على الهوا ما عم بخليها تحكي ابدا ابدا انا عندي هيدا المشكل بحديث البلد بس يكون في موسيقى عاليه فانا بفكر حالي انه لازم غطي يعني لازم اعلي صوتي حتى المشاهدين بالمشاهدين عم يبطلوا التلفزيون بعدين كمان في شغله كثير مهمه تعلمتها انه امسك له ايده للشربل بس انا بدي احكي بيكون عم يحكي او بدي اسال انا سؤال للضيف فهيك بمسك مع الضفيرة لأنه ما في كاميرا لأنه مش قادرة لأنه مش قادرة تعملي له هيك بس هيدي منيحة لأنه ما في كاميرا هي حسنة الإذاعة في كاميرا جرسة ياي أنا لو ما في كاميرا ياي لو ما في كاميرا أنا شايفة هيك ياي 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 كنت بعمل بهالفراشات ما قلنا لك بدنا نطير بعد شوي شربل انت صاحب فكره مثل ما انت اللي بتدعو اثنيناتكم فيه لتقبل الاخر نبذ العنصريه والطائفيه والمناطقيه من خلال استضافه مشاهير ومثقفين عاشوا تجارب بهالاطار قديش ممكن هالبرنامج بظل تزايد العنصرية اللي عم نشوفها صحيح التزايد صار تدريجي فقعت إذا بدنا نقول آخر الأسبوع الماضي قديش ممكن يقدر يعمل تغيير؟ بالنهاية لما طرحت فكرة البرنامج كنت أنا إذا بدك أنه عارف لمين وصلين يعني بيراقب الوضع اللي عم نمرق فيه بيعرف أنه نحن بدنا نوصل لمطرح بده يصير فيه انفجار كبير إذا بدك طالعين تصاعديا على الصعيد اكزاكتلي الفكرة بلشت من سنة عرضها على تلفزيونات وكان في ردود فعل إذا بدك أنه مش مهتمين أو أنه الفكرة أنه شو عن شو بكم تحكوا ما بدنا نحكي عن الطائفية ما حدا قدر فهم أنه أنا ما عم بحكي عن الطائفية عم بجي بحكي ضد الطائفية والناس اللي عم يجوا يحكوا معنا عم يحكوا عن العنصرية وعن الطائفية لحتى الناس تتخطاها يعني بالنهاية إذا بدك ضلك في عندك مشكلة وما تحكي فيه بدو ضل الناس عنده نية جوا رح يتفاقم أكتر بالضبط يعني لما بتجي أنت بتحكي عن الموضوع بتحس إنه كل الناس عنده نية صار طبيعي يحكوا فيه وطبيعي إنه وتجربتهم يخبروه إنه أنا مثلاً الماروني وبرنادات الشيعية وفلان الدرزي وعم يحكوا مع بعض إنه هن أصحاب وهن عايشين مع بعضهم بطريقة كتير إنه بدون ما يفكروا حتى بهدول التفاصيل هذا بيكون نموذج كتير منيح للناس الباقيين يعني إذا بدنا نقولها أول على القليلة أول خطوة هي الوعي اليوم لما عمل تحكي عن هالموضوع طبعا عم تعمل وعي عليه صحيح وإذا بالنهاية المثقفين والفنانين ما طلعوا حكوا عن هذا الموضوع مين بده يطلع يحكي صح يعني لازم هن يكونوا النموذج يطلعوا يخبروا الناس انه ليكوا ان نحن عم نشتغل سوا اكزاكتلي يعني عايشين سوا عم نشتغل مع بعض انه ولا مره فكرت انا لما حكيت تنفترض ميشيل انه ميشيل مسيحي بدي اقول له مرحبا فلان ما ادري شو بشتغل معه ولا لا ما نحن عايشين نحن العيشه معنا مع بعض مع بعضنا بلبنان هي مش قدر هي خيار كنا اخترنا نكون نتقمص ادوار يعني اوقات انت علي لا نحن بنتقمص هو الوحيد اللي بتتقمص لا هو البروجرام كمان نوع غير انه توعيه هو بروجرام مواطنيه دعوه للمواطنيه بامتياز يعني هيدا الشيء اللي كان لازم بالمدرسه ندرسه بالتربيه التربيه هيدي التربيه هو عن جد دعوه للمواطنيه بامتياز لانه الواحد يتخلى عن القشور اللي هو متمسك فيها وعن الاشياء اللي عن جد ما بتشبهنا ووعينا عليها وربينا عليها لاسباب او لاسباب اخرى يعني ونقول انه لا نحن بدنا نعيش مع بعض ما بدنا نتعايش مع بعض لأنه أنا بعيش معك بس أنا بتعايش مع المرض صح. وأنت صحيح. منك مرض أنت إنسان صح. مثلك فأنا بالتالي عم بتعامل معك كإنسان مجرد من أي اعتبارات صح. أخرى أنا بدي أقول شغلي هون بدي أشكر الإذاعة اللبنانية والمدير محمد إبراهيم أستاذ محمد إبراهيم وريتا الرومي
وندى قوتلي اللي هن آمنوا بهيدي الفكرة مع أنه كانوا خايفين أول شيء وخافوا أنه هذا الشيء يعمل لهم مشاكل. وبالحقيقة طلع معهم حق أنه من نحن وبلشنا نعمل برنامج ما بعرف إذا الناس ما بتسمع. الناس بتسمع مثلاً لا إله ما بتسمع إلا الله. يعني بيكون اذا واحد طلع على انا شيعي عم بحكي مع فلان ماروني دغري بتعرف انه ليه عم تحكوا عن الطائفيه؟ ليه عم بتحكوا؟ يا جماعه طب اسمعوا البرنامج كله. ايه ايه ما بيسمعوا الحلقه كلها. اخذوا خلص في غباء اول امبريشن. بتعرضوا لضغوط من الناس انه وقفوا البرنامج عم نحكي عن الطائفيه. ولك يا جماعه اسمعوا نحن عم نحكي ضد هذا المنطق. تابع تابع واسمع بعدين خلينا نتصارح اول شيء ونحط الاشياء على الطاوله حتى يعني نطلع اول شيء من هيدا الحقد وحتى نقدر نناقش. هلا اذا بدك ازمتنا نحن كشعب لبناني وكشعب عربي بالتالي اننا كثيرو الثرثره قليلو السمع والاصغاء. صح 100% بدها زقفه مدام اللي بيعرف يسمع هو اللي بيعرف او اوقات كثير قليلو السمع والاصغاء والتحليل. اي طبعا لانه ما بيحلل شو قلت انت بياخذك على الكلمه اصلا ما بيحترمك ليسمع. وفي ناس ما بيكونوا هم اعلاميين بخبرهم انه بتصير من حدا لحدا لحدا انه بتعرفي خبريه كيف بتتحول قالوا قالوا بتكبر القصه يعني. بس نحن مصرين على انه تكبروا وانتم حاجه هلا خصوصا بهالوضع الحالي. بدكم تكونوا ضيوفنا حضرتكم شي نهار نحكي عنها ان شاء الله. الله راضي هذا في صحه كل واحد منكم. اكيد 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 ويد لاف تو. هلا بدي له لشرب الشغله انه عرضوا على التلفزيون لو جاب له سبونسر مشي حاله. بس كانوا سالوا السبونسر شو طايفته. يمكن انه بدك بدك تنطلقي من موقع عن جد ما بينتمي ما عنده انتماء حزبي او سياسي او ديني لحتى صحيح. تقدري تكوني هالقد عندك شفافيه ومصداقيه بالطرح. فبالتالي اذاعه لبنان هي اذاعه الدوله صح. اللي هي مفروض تكون مش مسميه على حدا ام للكل جامعه لكل المواطنين. استاذ محمد ابراهيم خير من اداره طبعا بالزبط. فمشان هيك بتحسي انه هالقد انت مرتاحه صح. بالطرح اللي عم تطرحيه على العالم صح. وهيدي هديه لاذاعه لبنان عن إذاعة بيروتية أخبرت زوجة لي سيداتي سادتي بعد الأخبار العربية درست القضية إليكم الغمرية. شربل وبرناديت مثل ما أنت مقسم على عدة فقرات صحيح. أول وحدة معقولة صحيح. الثاني لعله خير. هذا لعله خير في مثل أكيد ما هيك لأنه استنباط عرفت أنه استنباط السلبي من الإيجابي والإيجابي من السلبي لأنه في خبرية سنية هيك بيصير معه مقاسي وكل شيء بيقول لعله خير. هيك صار صحيح. ومثل ما أنت بدي تشرحنا عن أول فقرتين وبرناديت تشرحنا عن الفقرتين الثانية. اول شيء الستاند اب يلي هو معقوله هو شو القصص اللي بنشوفها نحن بلبنان على الطرقات وكثير غريبه. يعني كل يوم نحن بنحضر انا بكتب ستاند اب مثلا يوم عن المطبات يوم عن السواقه يوم عن الشوفيريه يوم عن الاشارات السيارة ستات اللي بيعملوا مكياج ستات اللي بيعملوا ميك اب هنو سيئين ميك اب ميك اب عم تعمل ميك اب بتشرد عليك بتزمر لها بتزعل بتزعل شايفها بتحط ماسكارا طب ما راح الاي لاينر عم تعرفني شو اعمى عم بقلبك اعمى مش شايفنا بحط ماسكارا يا حيوان ما معقول يا ميشيل. طب شو بنعمل بالجمال؟ معقول نروح نوصل على الوظيفة وشكل بدي اقول لك بتحكوا على الستات مين معقدنا ومخلينا نضلنا نحط بودرة حمراء كل النهار مين مين لا لا بس مش كله هيك. هيدا أول جزء هيدا أول جزء بس لازم نقول إنه مثلا اليوم كان الستاند أب عن الصليب الأحمر وعن السيارات اللي بتلحق إسعاف مش رالي يعني ورا إيه هيدي فرصة صارت وهيدا يعني مشهور في مين؟ الشباب اكثر قلت لكم ما بخليني يعني المره ما حتحط ما قلت لكم ما بخليني احكي لك وينه صح هذا السؤال كان هيدا ردا عليك اللي كان برنادات لا اوكي ثاني جزء اول جزئين لا انه ثاني جزء هلا بدي اعرف فيها زيت شيء على فكره لكن ثاني بارت هو لعله خير يعني هي اخبار صارت ونحكى فيها كثير نحن ما بنقدم سكوب نحكي عن شغلات نحكى فيها السوشيال ميديا الناس ضجت فيها بس نحن بنشوف شو الاشياء البوزيتيف اللي فينا نستنبط منها وبتاخذوا تليفونات على الهواء اكيد تليفونات وواتسابات وفويس نوتس وكل شيء تفضلي ثاني جزء ثالث جزء وكان السؤال هيك صار هيك صار هيك صار اشياء عن جد صارت بالبلد او بحيالله منطقه بالعالم وحسينا انه ممكن نستشف منها اشياء لذيذه ممكن تساعدنا ممكن تنورنا ممكن انه نتشبه نجرب انه نتشبه فيها يعني مثلا مرقت خبريه عن اليابان اللي هي انه 200 ختيار قرروا بعد الانفجار النووي باحد المعامل انه يروحوا محل
محل الشباب لانه هن عاشوا حياتهم فبالتالي انه بيقدموا نفسهم بدل الشباب اللي هن بعد ما شافوا شيء من الحياه. فهيدا مثل من الامثله. واخر فقره اللي هي تقريبا على مده 3 ارباع ساعه او نص ساعه هي مقابله مع ضيوفنا بالاستوديو اللي هن ممكن يكونوا فنانين، اعلاميين، اساتذه جامعه، مهندسين، مش يعني عينات من كل المجتمع اللبناني. بيكونوا شخصين او ثلاثه وكل واحد من دين او من طائفه مختلفه وبيحكوا شهاده حياه عن علاقتهم ببعض، كيف بلشت، كيف توطدت، وشوي هيك توعيه للناس انه هينا منحب بعض مثل ما نحن، ما عنا مشاكل مع الآخر، الآخر المختلف هو بيغنينا بحياتنا، ممكن نتعلم منه أشياء لذيذة، أشياء حلوة، مش ضروري بس نشوف الأشياء العاطلة بالآخر. على كل حال أنت بناديت طبقتي هالشي بحياتك، أنت من الطائفة الشيعية ومزوجة من الطائفة المارونية، وبتقولي أنه زيجتك يعني من الزيجات القدوة أو المثال اللي الناجحة يعني. الحمد لله كثر خير الله، وين في خشب؟ هون كله خشب، كله خشب. برنادت قدمت من 3 أسابيع باردون عرض واحد من مسرحيات كارنيفوروس للمخرج والممثل والكاتب عصام بوخالد، واللي بيشاركك فيها الممثل سعيد سرحان والممثل عصام بوخالد كمان. وهالمسرحية راجعة بالخريف إذا الله رد. اليوم المسرح عم بيغنيكي عن التلفزيون. أكيد أكيد. لقلك ليه؟ لأنه أنا بالمسرح، يعني أنا بلشت مسيرتي بالمسرح، وأنا بحس أنه بالمسرح بقدر أطرح أفكار، بقدر أطرح مواضيع بتعنيني كممثلة، كفنانة، كمبدعة، وكمواطنة لبنانية. بحكي عن أشياء بتعنيني، بتعني المجتمع، منحط الأصبع على الجرح، منقول عن جد وجعنا، منقول فرحنا، منقول خوفنا. فهيدا الشيء بحسسني انه انا عم بعمل شيء ايجابي، عم بعمل شيء هالقد بيكفيني، هالقد انا بكون فخوره فيه، فبالتالي بيغنيني المسرح عن الدراما. يعني اليوم ما منك مشتاقه للدراما الا اذا اجى يمكن عمل انه اقنعك؟ اكيد طبعا، لانه اي ممثل كان اذا ما في دور عم بقدم لي شيء جديد وانا من خلاله عم بقدر اني نافس واني اقدم شيء جديد كمان للمشاهد، مش عم كرر حالي، مش عم عيد نفسي بالادوار ذاتها، مش رح اقول لا، بس طالما الادوار اللي عم تتقدم عم بتكون هي ذاتها او مش عم ترضي لي طموحي هذا اللي كانت عم بتقوله كارلا، انه يكون في اختلاف بالادوار. اكيد يعني طبعا، وخصوصا انت كمان يعني عملتي ادوار رائعه واجدتي فيها، ف يعني دائما عندها كمان نفس الخوف انه ما بدنا نرجع لورا. طبعا يعني بفضل انه مكانك راوح على انه الى الخلف. صح صح. بنضل على القليله ستوب لوس يعني بمحل معين. شربل، بعد ما شاركت السنه الماضيه بجريمه شغف ونص يوم وسمره، انت كمان ما شفناك السنه بالدراما التلفزيونيه، ليش؟ مزبوط، انا كمان ما شفت حالي بالدراما. ليش؟ مش السؤال مش لإلي بنطرح بالحقيقه، لانه بصراحه ما حدا حكاني كرمال شي السنه، يعني مش اول حدا بيكون عن جد صريح يعني انه عاده بيقولوا اجينا 10 اعمال وما قبلت. لا 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 لا، لانه هو هيك، انا صريح بالضبط وما بدي بعرفه انا يعني بدها زقفه هيدي ما اجاني شيء بالحياه. في حدا حكاني كرمال شغله ما عاد زبطت، بس انه حتى ما قريت يعني، وكانت هيك الخبريه يعني هيك كسبتك. بس هيز بزنس مان اكشلي. ايه اذا بدك. ايه بس بدك تشوف الشغف وين يعني. نحن بالنهايه وبالبدايه نحن ممثلين ومنلاقي حالنا قدام الكاميرا على المسرح. ان شاء الله سنت قدام الجمهور كلنا سوا. ايه ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. ميشيل ممثل كمان. ايه بس برنادات وشربيل، على امل يكون مثل ما انت نقطه مضيئه نحو انفتاح اكثر. بالنهايه اختلافنا عن بعض هو بمجرد القشور، لانه الانسانيه هي نقطه الالتقاء الاشمل والاسمى. موفقين بكل اللي عم تعملوه بهالبرنامج وبغيره من مشاريعكم الفنيه. وهيك كنتوا مسك الختام معنا الليله، وضيوفنا لليله كانوا محمد حربي
مثل ما انتو مع برناديت حديب وشربل زياده. واكيد صديقنا اللي دايما بيزيد نكهه طريفه على البرنامج ميشيل ابو سليمان. تصبحوا على الف خير ونشوفكم بالف خير ان شاء الله.